بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا باشمهندسين. احنا بإذن الله هنكمل محاضرات الخاصة بالجيومتري ديزاين اوف هاي ويز او التصميم الهندسي للطرق. ومحاضرة النهاردة هنتكلم على الهوريزونتال الاينمنت او التخطيط الافقي للطريق. هنبدأ المحاضرة بتاعتنا. الرسمة دي بتوضح هنا الدرايفر برسبكتيف او منظور الساق. لو انت راكب العربية بتبقى شايف الطريق بالنسبة لك قدامك بالشكل ده. طيب ايه الفرق بقى ما بين التخطيط الافقي للطريق وما بين التخطيط الرأسي للطريق؟ من اسمهم التخطيط الافقي كاني ببص على الطريق كابلا كمسقط افقي. فلو بصيت على الطريق كمسقط افقي هنا هتلاقي ان انت ماشي خط مستقيم وبعد كده منحنى بسيط وبعد كده ايه توصل خط مستقيم تاني كامل للطريق بتاعك. انما التخطيط الراسي اكنك قطعت راسي في محور الطريق او في نقطه الطريق وتبدا تبص عليه كمسقط افقي على خط راس قطاع راس. فانت اكنك قطعت راس هنا خط قطاع راسي في محور الطريق كده وبتبص عليه. فهتبين هنا بالنسبة لك النقطة دي هتلاقي منسوبها أعلى وبعد كده تبدأ ننزل النقطة اللي تحت دي وبعد كده لحد آخر نقطة. فالهوريزونتال والفيرتيكال اللي انت التخطيط الأفقي بتبص على طريق كمسقط أفقي والتخطيط الرأسي بتبص على طريق بتقطع في محور بتقطع تاخد قطاع رأس في الطريق وتبص عليه وتشوف ايه المكونات بتاعته. طيب احنا النهاردة هنتكلم على الهوريزونت جزء من الهوريزونتال ألاين مات. التخطيط الافقي زي ما اتفقنا ان انت تبص على الطريق كبلان. فالشكل ده كانه مسقط افقي لمنطقه ما وفيها رفع مساحه هو يجيب لك الرفع المساحي بتاعك في حدود المنطقه. وعندك ادي طريق وادي طريق تاني وعايز اربط ما بين الطريقين دول مثلا على سبيل المثال او دي مدينه ودي مدينه وعايز اربط ما بين المدينتين دول. فاول حاجه هتعملها ان انت هتقول على سبيل المثال والله ان انا هاخد ما بين واحد وما بين اتنين هقوم جاي اوصل ما بينهم خط مستقيم ما بين المدينه الاولى والمدينه الثانيه خط مستقيم واقوم جاي راسم سنتر لاين بتاع الطريق وبعد كده احط الحارات بتاعتها اشوف عدد الحارات بتاعتها حارتين او ثلاثه وفي جزيره ولا مفيش وفي الشولدر ولا لا. ده التخطيط بتاعي. فاحيانا لما اجي ارسم خط مستقيم او الطريق يبقى ماشي على وتيره واحده اللي هو خط مستقيم بيبقى فيها مشكله شويه. ليه؟ طبوغرافيه المنطقه بيبقى احيانا ما بتساعدنيش ان انا اعمل الكلام ده. اللي انا مثلا عندي في جبل بيبقى في النص عندي مثلا زي ما انتم شايفين كده بحيره فمش هقدر اعمل الطريق كله خط مستقيم. تمام. تاني حاجه الناحيه الاقتصاديه ان انا عايز اعمل خط مستقيم فهتلاقي هنا مثلا في زي بحيره ففي البحيره دي عشان اعديها فلازم اعمل عمل صناعي لما اعمل نفق لما اعمل كوبري فدي تكلفه. تمام. وفي نفس الوقت بيقولوا لو انت هتفضل سايق على وتيره واحده خصوصا لو مسافات طويله يعني سواء ماشي من واحد واثنين وده كلها خط مستقيم والمسافات دي مسافه طويله. تمام. ففي الحاله دي بيبقى القياده على وتيره واحده ممكن بتسبب اصابه بملل ممكن ينام فده بيسبب حوادث. تمام. فبيحاول بقدر الامكان ان الخط المستقيم او التانجنت المسافه المستقيمه ما تزيدش حدود عن 6 كيلو متر وبعد كده ابدا اغير في اتجاه الطريق اعمل منحنيات. تمام. بحيث ان ما يبقاش فيه قياده على وتيره واحده عشان السائق ما ينامش ويمل فده يسبب حوادث. طيب لو انا جيت هنا زي ما اتفقنا في ميه او بركه ميه او بحيره فاضطر على سبيل المثال ان انا هعمل خط مستقيم اهو. تمام. وخط مستقيم تاني وخطين هوصل ما بين نقطة واحد ابعد عن المنطقة المائية ديت عشان ما لو انا عملت حددت عليها اضطر اعمل زي ما اتفقنا عمل صناعي. تمام. فبين الخطين دول فهو ده الخط ده السنتر لاين بتاع الطريق بتاعي همشي كده وهنزل وهرجع تاني المنطقة. يبقى انا كده ربطت ما بين المنطقة واحد والمنطقة اتنين. تمام يا باشمهندسين. وبعد كده ده بيبقى السنتر لاين وباجي لو انا هصمم على كده واجي اقول له مثلا ده في حارة يمين وفي حارة شمال وفي مثلا هنا طبان وفي طبان. تمام. وبيمشي معايا ايه مع الطريق كله. لو انا ماشي على ده خط مستقيم هل ينفع ان انا اطلع من خط مستقيم لخط مستقيم تاني في النقطتين دول اللي هي نقطه تغيير الاتجاه نقطه A ونقطه B تغيير الاتجاه بتاعي ان انا اقوم جاي ماشي العربيه بتاعتي ماشي من خط مستقيم لخط مستقيم كده مباشر؟ لا. فلازم نعمل ما بينهم ايه فهبدا اعمل ما بينهم كيرفات. تمام. يبقى التخطيط الافقي بتاعنا عباره عن ايه؟ اول حاجه جزء مماس تانجنت او ستريت ديستانس اللي هي بسميها التانجنت. تمام. خطوط مستقيمة وبربط ما بين الخطوط المستقيمة عند نقط تغيير الاتجاه زي نقطة A ونقطة زي نقطة B بمنحنيات أفقية بكيرفات. تمام. يبقى ده هي مكونات التخطيط الأفقي. مكونات التخطيط الأفقي كأنك باصص على طريق زي ما اتفقنا كابلان بيبقى هي ستريت ديستنس اللي بسميها التانجنت الممسات وفي نقطة تغير الاتجاه بقى ما بين أي نقطة تغير في الاتجاه من خط مستقيم لخط مستقيم تاني وأربط ما بينهم بكيرفات. ما بين الكيرف وما بين التانجنت في حاجة اسمها ترانزيشن كيرف أو منحنى الانتقال. محاضرة الانتقال احنا هنتكلم عنه بالتفصيل في المحاضرة التانية. احنا النهاردة تكلمنا عن دلوقتي مبدئيا عن التانجنت وقلنا ما عرفنا ليه المسافة الخط المستقيم يكون ما تزيدش عن تقريبا حوالي 6 كيلومتر عشان طبوغرافية المنطقة وعشان ناحية اقتصادية وعشان التقليل من الحوادث عشان قيادة على وتيرة واحدة بتخلي السائق ممكن ينام. تمام. وبيسبب حوادث.
وادي المنحنيات، وهنتكلم عن المنحنيات وانواعها، والترانزيشن كيرف ده هيبقى بين المحاضره الجايه. بس نبذه بسيطه كده عن ترانزيشن كيرف ومرحله انتقال، هي الفكره كلها ان الخط المستقيم ده نص قطره قد ايه، بيبقى نص قطره ما لا نهايه، تمام. والمنحنى بيبقى ليه نص قطر، مثلا 500 600 700، نص قطر المنحنى. فما ينفعش ننتقل مباشر من نص القطر ما لا نهايه لنص القطر ايه لقيمه معينه. فبعمل منحنى انتقال عشان يعمل لي تدرج في الحركه، وتدرج في نص القطر وشكل القطاع من هنا الخط المستقيم لحد ما يوصل للمنحنى، عشان بيقلل في قوه الطرد المركزيه. ده وظيفه بنبذه مختصره كده عن الترانزيشن كيرف. يبقى دي مكونات التخطيط الافقي، تانجنت، وبعد كده عند كل تغير في التانجنت بيبقى عندي كيرفات، سواء ترانزيشن كيرف او سمبل السيركولار كيرفز، تربط ايه فائدتها اللي هي تربط ما بين كل تغير في التانجنت. طيب يبقى هو ده مكونات التخطيط الافقي، كومباينيشن اوف سيت ديستانس اللي انا بسميها التانجنت زي ما اتفقنا، والكيرفات بتاعتنا. وعندنا ثلاث انواع من الكيرفات، لما سمبل كيرف، لما كومباوند كيرف، او ريفرس كيرف. وهنعرف دلوقتي الفرق ما بينهم ما بين كل نوع من الثلاثه دول، والترانزيشن كيرف اللي احنا هنتكلم عنه استفاضه في المحاضره الجايه باذن الله. زي ما انتم شايفين بيقول هنا الاجزاء المستقيمه، الخطوط المستقيمه، التانجنت هي العنصر الاساسي في تخطيط الطريق. وبعد كده بتيجي بقى المنحنيات بكافه انواعها، سواء السيركل منحنيات سيركل كيرف بكل انواعها، سيمبل او كومباوند او ريفرس، والترانزيشن كيرف بدور الرابط فقط، الربط عند مناطق تغيير في الاتجاه زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت. طب هنبدا نتكلم دلوقتي على انواع السيركل كيرف. احنا اتكلمنا قلنا سيت ديستنس اللي هي في حدود ما تزيدش عن حدود 6 كيلومتر، وهنتكلم عن السيركولار كيرف اللي هي ايه انواع المنحنيات الايه الافقيه. اول نوع هو السيمبل كيرف. ايه هو السيمبل كيرف؟ هو جزء من دايره زي ما انتم شايفين. لما قلنا دلوقتي ده خط مستقيم انتهى اهو، تانجنت اهو، تمام، ويتقاطع مع التانجنت تاني، دي نقطه التقاطع في تغيير الاتجاه. فعند كل نقطه تغيير اتجاه لازم نعمل ايه منحنى. فايه السيمبل كيرف؟ هو منحنى او جزء من الدايره لنص قطر معلوم، والنص القطر ده بيعبر عن اذا كان المنحنى بتاعنا شارب او فلات. فامتى يكون شارب وامتى يكون فلات؟ كل ما تبقى الارض تحت كبيره كل ما يكون المنحنى بتاعي فلات، وكل ما يكون الارض تحت نص قطر صغير كل ما يكون المنحنى شارب. ازاي يا باشمهندسين؟ يعني لو قلنا هنا المنحنى مثلا بتاعنا نص قطر هنا 500، لو نص قطر ده 500، طب لو احنا زودنا نص القطر شويه، لو احنا خلينا نص القطر ده على سبيل المثال 1000 وجبناه كده، طيب مش المنحنى بتاعي هيبقى كده بالشكل ده، هيبقى واخد الشكل ده. فيبقى ده المنحنى في الحالة دي هيبقى هنا شارب لو كان نص قطره 500، ولو زودنا نص القطر يبقى ايه منحنى فلات. فكل ما بيزيد نص القطر كل ما بيزيد التسطح بتاع الطريق، بيبقى مسطح اكتر. ماشي يا شباب؟ يبقى دلوقتي السيمبل كيرف هو جزء من دايرة ودي نص قطر، عند كل تغير في الاتجاه ممكن يعمل ايه المنحنى بتاعي. وبعد كده هنبدأ نعرف ايه هي خصائص المنحنى ده، وازاي ايه وازاي ارسم المنحنى ده بكل الديتيلز بتاعته وكل التفاصيل بتاعته. تاني نوع من انواع المنحنيات هي الكومباوند كيرف. الكومباوند كيرف هي عباره عن تو سيمبل كيرف، زي ما احنا شايفين في الرسم هنا هما اتنين سيمبل كيرف، ده منحنى بسيط اللي هو باللون الاحمر ده، ومنحنى تاني، تمام، ليهم نفس الاتجاه، منحنيين عن ايكوال ريديوس، نص قطر بتاعهم غير متساوي، وهما في الاتنين في نفس الاتجاه، واخدين في نفس الاتجاه. انت ماشي بالعربيه من هنا اهو، فماشي في نفس الاتجاه، منحنيين واخدين نفس التقوس بتاعك. والمنحنيات دي بستخدمها امتى؟ في الانترتشينج، كل الانترتشينج بتاعك في اماكن التقاطعات في اكتر من مستوى، عشان اوصل اعمل الرامب او الروب او اللوب، فما بعرفش اعملهم احيانا، ما بقدرش اوصل ما بينهم بنص قطر واحد بسمبل كيرف واحد، فبعمل منحنيين كل منحنى فيهم بنص قطر مختلف. يعني انت جينا في الانترتشينج انتوا فاكرين خدتوها السنه اللي فاتت، ده شكل الانترتشينج تقاطع في اكتر من مستوى بالشكل ده كده. فانا باجي عشان اعمل ده اللي هو الرامب، كنت بسميه الرامب، وعايز انزل من هنا للطريق اللي تحت ده، فكنت بعمل اللوب. فبستخدمهم خصوصا في الجزئين دول، في اكتر استخدامهم في الانترتشينج، في لما اجي اعمل الرام او باجي اعمل اللوب بتاعي. فبعمل كومباوند كيرف، هو بيبقى اتنين سيمبل كيرف زي ما انتم شايفين كده بانصاف اكتر مختلفه، بس في نفس الاتجاه بتاعنا. طيب لما اجي هنا في ملحوظه بس لازم تعرفها، ان انا شرط اساسي لما اجي لو هعمل كومباوند كيرف لازم يكون النسبه ما بين الار ماكسيمم على الار مينيمم تتراوح من 1.5 لـ2. يعني لو انت عندك نص القطر ده 700 ونص القطر ده 1000، يبقى المفروض النسبة ما بين ال 1000 على 700 ما تزيدش عن من 1.5 لـ2، يعني تبقى ماكسيمم 2. يبقى شرط من شروط الكومباوند كيرف، شرط أساسي لو هنفذ الكومباوند كيرف، ما يبقاش فيه فرق كبير ما بين المنحنى لنص القطر ونص القطر، عشان ايه؟ عشان السيفتي بتاعه. يبقى من شروط المنحنى الكومباوند كيرف هو عبارة عن اتنين سيمبل كيرف في نفس الاتجاه، ده أول حاجة.
وبستخدمه في حالة الانترتشينج في الرامب او اللوب. ولو هطبق الكومباوند كيرف لازم يبقى النسبة ما بين الار ماكسيمم والار مينيمم بتروح من 1.5 لحد 2. طيب المنحنى الثالث، النوع الثالث من انواع المنحنيات، هو الريفيرس كيرف. هو نفس الكلام برضو، اتنين سيمبل كيرف، بس الفرق عن كومباوند، الكومباوند كان في نفس الاتجاه، كان بيبقى واخد نفس الاتجاه كده، الريفيرس كيرف في اتجاه الايه، في اتجاه العكس، في الاوبوزيت دايركشن، كل واحد بياخد اتجاه مختلف. ده سيمبل كيرف لـ R واحد، وده سيمبل كيرف تاني لـ R اتنين. ويفضل لنا عشان السيفتي للريفيرس كيرف ده استخدمه في اضيق الحدود او ما استخدموش خالص. ليه؟ عشان القوة الطاردة المركزية، لو انتوا جايين هنا بالعربية وماشي على المنحنى ده، فبتبقى في قوة طاردة مركزية عايزة تطلعك بره، وبتيجي فجأة بتقوم جاي قالب، القوة الطاردة المركزية تقلب العكس، فده بتبقى في السيفتي بتبقى فيها مشكلة شوية، وخصوصا لو متنفذش صح. وطيب لو هنفذه اصلا، لو انا اضطريت ان انا استخدم الريفيرس كيرف، فبضطر ان انا اسيب مسافة ما بتقلش عن 200 ايه، اقل من 200 فيت او حوالي 60 متر. هي المسافة تبقى خط مستقيم، هنا مسافة مستقيمة ما بين المنحنيين عشان الحق العربيه تخلص من المنحنى، تخلص المنحنى تاخد جزء مستقيم، مسافه مستقيمه تمشي عليها، وبعد كده تخش على المنحنى التاني. ده لو اضطريت ان انا استخدم ايه، الريفيرس كيرف. يبقى شرط لما اتفقنا، شرط في الكومباوند كيرف الار ماكسيم على الار مينيمم بتروح من 1.5 ل 2، شرط في الريفيرس كيرف اللي انا هستخدمه يبقى المسافه فيه مسافه مستقيمه هنا ما تقلش عن 200 فيت او 60 متر المسافه هنا. تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب يبقى ده الثلاث انواع بتوع الكيرفات، السيمبل والكومباوند والريفيرس. احنا هنبدأ دلوقتي ناخد الالمنت بتاع كل نوع من التلاتة دول، سواء السيمبل او كومباوند. الريفيرس هو ده بس هتاخد الجزء ده، تعريف عن الريفيرس وشرط استخدامه مش اكتر من كده. طيب ناخد بقى بالتفصيل السيمبل كيرف المنت، خصائص المنحنى البسيط السيمبل كيرف. لو ده رسمة السيمبل كيرف اهو بالنسبة لنا، لو انت جاي هنا ادي المماس او الخط المستقيم بتاعنا التنجنت، وتقطعت مع التطريق التاني تنجنت، فده هيبقى المنحنى بتاعي سيمبل كيرف لنص قطره ار، ودي خصائصه، دي كلها خصائص المنحنى زي ما احنا شايفين، دي كلها خصائص المنحنى. طب ايه خصائص المنحنى؟ لو احنا بصينا كده، تقاطع المماس الاول خط المستقيم مع الخط المستقيم الثاني هتقاطع في نقطه اسمها بي اي، اللي هي البوينت اوف انترسكشن. يبقى نقطه التقاطع الممسين بنسميها بوينت اوف انترسكشن. بدايه المنحنى بتاعنا عند البوينت اوف كيرف، بدايه الكيرف مش ده المنحنى، فبدايه الكيرف بنسميها بوينت اوف كيرف، اللي هي ايه، بوينت اوف كيرف. نهاية المنحنى عند نقطة اسمها بوينت اوف تانجنت، انت طالع تاني على التانجنت فسميها بوينت اوف تانجنت. يبقى المنحنى خط مستقيم بتتقاطع عند نقطة اسمها البي اي اللي هي بوينت اوف انترسكشن، ويبقى بداية المنحنى بوينت اوف كيرف ونهاية المنحنى بوينت اوف ايه، اوف تانجنت. المسافة ما بين البي اي والبي تي اللي هو ده المماس بتاع المنحنى اللي هو التانجنت، بسميه التانجنت ديستنس او مسافة المماس بتاعتنا، هي المسافة ما بين البي اي والبي سي التانجنت. الخط المستقيم او المسافه المستقيمه بين البوينت اوف كيرف والبوينت اوف تانجنت بسميها كورد لينس، المسافه دي كورد لينس. المسافه ما بين البوينت اوف انترسكشن للمنحنى بسميها الاكسترنال ديستنس. ودايما انا مش منسين عشان تبقوا واخدين بالكم معايا في الصوره، ان اللي انا دايما بوقع المنحنى هنا كسمبل كسنتر لاين بتاع الطريق، يعني ده سنتر لاين، اكني سنتر لاين بتاع الطريق، باصص افق على سنتر لاين بتاع الطريق. وهنا طبعا هيبقى فيه الحارات بتاعت يمين وشمال زي ما قلنا قبل كده، الحارات بتاعتنا اهيت، وهنا لو في طبان، وهنا في طبان شولدر، وهنا لو في ايه جزيره. تمام، وبيلف دول المفروض هيلفوا برده معايا ايه، واخدين شكل الايه، الطريق بتاعي كده. فانا هنا بوقع السنتر لاين بتاع الطريق بتاعي، فهي المسافه من البوينت اوف انترسكشن نقطه التقاطع لحد السنتر لاين بتاع الطريق ده بسميها اكسترنال ديستنس. والمسافه من سنتر لاين لحد الخط المستقيم ما بين البي سي والبي تي بسميها ميدل اوردينيت. كل الخصائص دي كلها لها قوانين وهنعرف بحسبها ازاي. طيب طول المنحنى، طول المنحنى اللي هو ال اللي هو الخط الازرق ده اللي هو شكل المنحنى، طول المنحنى لينس اوف كيرف او كيرف ايه لينس، والار هو نص قطر المنحنى. تمام، والسنترال انجل الدلتا، دلتا سنترال انجل او ديفليكشن انجل او الزاويه المركزيه، تمام، هي زاويه تقاطع الخط المستقيم مع الخط المستقيم تاني، فبيبقى دي هي الايه الدلتا. والزاويه الخارجيه هي الزاويه دي، هي دي الدلتا دي او دي، فدي سنتر انجل. وفي خاصيه اسمها ديجري اوف كيرف، وده هنتكلم عليها بعد شويه، درجه المنحنى. يبقى هي دي خصائص الايه، سمبل كيرف. طب ازاي احسب كل خاصيه من دول، او ازاي اجيب قيمه كل حاجه من دول، هنشوفها دلوقتي زي ما واضح قدامنا هنا كده. اول حاجه التي التانجنت، ادي التانجنت اهو، هي المسافه ما بين البي اي والبي سي، ده التي هيبقى عباره عن ار في تان دلتا على 2. كل القيم دي
لها اثبات، يعني كل الارقام دي او المعادلات دي لها اثبات، بس انت مش مطالب منك الاثبات، انت هتحفظ الايه المعادلات دي تبقى انت حافظها. يعني التي هنا يبقى عباره عن ار نص القطر في تان دلتا على 2، ادي الدلتا زي ما اتفقنا او الزاويه دي، تمام، تبقى موقع عندك في المساله، يبقى هي تي مماس ار في تان دلتا على 2. الاكسترنال ديستنس اللي احنا قلنا عليها المسافه دي بيبقى ار في سيك دلتا على 2 ناقص 1، سيك اللي هي مقلوب القوزين، يعني ار في 1 على كوزين دلتا على 2 ناقص 1. الام اللي هي الميدل اوردينيت هي المسافه دي، ار في 1 ناقص كوزين دلتا على 2. ال ال سي اللي هي الكورد لينس اللي هي المسافه الافقيه ما بين البي سي للبي تي، 2 ار ساين دلتا على 2. طول المنحنى اللي هي المسافه دي، طول المنحنى اي طول للمنحنى هو جزء من دايره، فاي طول على الدايره او جزء من الدايره بيبقى عباره عن نص القطر مضروب في الزاويه المركزيه، فهي ار في دلتا لو الدلتا بالراديان، يعني هو مديك الدلتا بالراديان بضرب الار في الدلتا على طول، لو مديك الدلتا بالدرجات بقول الار في دلتا في باي على 180، يبقى ار في دلتا في باي على 180. دي هي كل خصائص الايه السيمبل كيرف. طيب في حاجه كمان عشان اوقع بقى السيمبل كيرف وابدا ارسمه. طيب انت دلوقتي جاي، انت ماشي بالاتجاه ده، خط مستقيم اهو، تمام، تقاطع مع خط مستقيم تاني هنا في نقطه اسمها بي اي، في حاجه اسمها الاستيشن، توقيع او المحطات تحطها في المساحه قبل كده، اللي انا لو ماشي كده خط مستقيم وخط مستقيم تقاطعت في نقطه، فالنقطه دي لازم اعرف الاستيشن بتاعها على بعد كام. لو انا بادئ مثلا الطريق بتاعي بادئ من هنا، هو ده بالنسبه لي نقطه الصفر والصفر، فانا لحد مشيت بالطريق ده وتقاطعت مع الطريق التاني، فالاستيشن دي على بعد كام من هنا، مثلا على بعد كيلو بعد 2 كيلو بدايه المنحنى بتاعي، فاقول دي بي اي اللي هي الاستيشن بتاع البي اي. لو انا جبت عند الاستيشن بتاع البي اي، ودي دايما بتبقى جيفن عندك في المساله الاستيشن بتاع البي اي، فلازم انا اشوف المنحنى بتاعي بقى هيبدا فين. طب نقطه البي سي ده هتبدا امتى وازاي، والبي تي هتنتهي المنحنى هينتهي فين، فده هي اللي اسمها الاستيشن. فالاستيشن بتاع البي سي اهي اللي احنا بنتكلم عليها هنا، الاستيشن بتاع البي سي، البي سي ستيشن، محطه البي سي هتبقى عباره عن ايه، الاستيشن بتاع البي اي، بوينت اوف انترسكشن اللي هي بتبقى جيفن، واطرح منها المماس، قيمه المماس اللي هي التي، اللي هي المسافه دي اللي هي ار في تان دلتا على 2. يبقى الاستيشن بتاع البي اي بتاع البي سي، بوينت اوف كيرف، بدايه الكيرف بتاعتنا هي عباره عن الاستيشن بتاع البي اي، واطرح منها الايه طول المماس. طيب عايز الاستيشن بتاع البي تي، بوينت اوف تانجنت. انا دلوقتي لو انت ماشي بالعربيه، انت ماشي فين، ماشي هنا ودخلت على المنحنى، فباخد معايا هو طول المنحنى، محدش يقول لي الاستيشن بتاع البي تي هو البي ستيشن بتاع البي سي زي ال كورد او كورد لينس، لا غلط، انت ماشي على المنحنى، يبقى زائد ال طول المنحنى اللي هو قيمته بتساوي ايه، ار في دلتا باي على 180. يبقى الاستيشن بتاع البي تي عباره عن الاستيشن بتاع البي سي زائد ال، فلازم يكون عندي بتاع البي اي اطرح منها التي التانجنت، اجيب الاستيشن بتاع البي سي، ازود على الاستيشن بتاع البي سي او المحطه بتاع البي سي طول المنحنى، اجيب البي ايه البي تي. وما ينفعش حد يقول لي ان انا اطرح البي اي اطرح منها التانجنت هنا عشان اجيب البي تي، ده غلط. المعيار بتاعنا البي اي، برجع عشان انا جاي الحركه بتاعتي الشكل ده كده، واقوم جاي راجع اجيب البي سي وازود عليه طول المنحنى ال اجيب البي تي، ده الاستيشنات. طيب تذكره كده عن الاستيشن، لو احنا عندنا على سبيل المثال ده طريق عشان تعرف بكتب الاستيشن ازاي وبحسبه ازاي، يعني لو عندي الاستيشن ده احسب ده ازاي، فهو عباره يا باشمهندسين حاجه بسيطه جدا، الطريق بتاعي كمسقط افقي لما بجي بخرج واخرج اللوح بتاعتي في البلان، بقوم جاي حاطط له والله اقول له ده بدايه الطريق صفر وصفر، ده اول نقطه في الطريق، ده نقطه الزيرو بتاعتي، وبعد كده بقوم جاي حاطط تكه على ابعاد متساويه، والله بيقول لي مثلا انا عايز اخرج اللوح دي احط ستيشن كل مثلا 100 متر، يعني التكه دي مثلا ب 100 او كل 200 او كل 50 على حسب مواصفات المشروع بتاعك، وده السنتر لاين بتاع الطريق بتاعك. فعلى سبيل المثال مثلا الاستيشن بتاع النقطه دي 600، ستيشن النقطه دي 600، وعندي ويقول لي عايز ستيشن بتاع نقطه ايه، هنفرض مثلا الستيشن 600 دي هي الستيشن بتاع البي اي، بي اي ستيشن 600، ونقطه ايه اللي هي الستيشن بتاع البي سي، فانا عايز احسب دلوقتي الستيشن بتاع نقطه ايه هيبقى عباره عن ايه، مش المسافه دي كام، 470 ونص. فلو عندي الستيشن بتاع النقطه دي وعايز الستيشن بتاع النقطه دي بدلتها هزود، يبقى هو عباره لو انا عايز الستيشن بتاع نقطه ايه عباره عن 600، تمام، انت دلوقتي شيل الزائد ده خالص، ما تحطش الزائد في اعتبار معاك خالص، هي انديكيشن ان انا زائد كل كيلو، يعني بقول ايه اللي انا لو انا ماشي بالكيلوهات، يعني لو انا مشيت من هنا مسافه كيلو يبقى بكتبها ازاي، بقول 1 بلس 3 اصفار ده الكيلو، يعني 1000 متر اللي هي الكيلو. طب كيلو 500 يبقى 1 بلس 500 كيلو 500، فلما باجي احسب
بشيل خالص الزائد دي، ماليش دعوة بيها خالص، لكنها مش موجودة عندي في المسألة، فيبقى دي 600. ادي 600 اهو زائد، انا عايز اوصل الاستيشن بتاع نقطتي، هزود عليها كام؟ 470 ونص. يبقى 600 زائد 470 ونص بقت 1070 ونص. 1070 ونص. طيب انا هنا الاستيشن بكام؟ كل 1000، البلاس دي كل 1000. طيب يبقى انا بالنسبه لي، انا لما اجي احط ده احوله للاستيشن، بحوله ازاي يا باشمهندسين؟ بشوف العلامه العشاء دي ما بدخلهاش معايا في الحساب، بسيبها خالص، ببدا من الارقام الاساسيه او الكسور، مش الكسور، مش بعد العلامات العشاء، باجي بعد 3 اصفار اهو، 3 علامات اللي هو بعد ال1000، بحط الزائد بتاعي، يبقى 1 زائد 70. يعني معنى كده يا باشمهندسين ايه؟ اللي النقطة الاستيشن بتاع نقطة ايه على بعد 1.5 كيلو من أول نقطة. 1070 ونص، يعني 1070 ونص، يعني كيلو اهو وسبعين متر ونص. يبقى نقطة ايه على بعد ايه؟ 1.7 كيلو من أول نقطة، ده الاستيشن بتاعها 1070، اللي هي الاستيشن ده، تمام. يبقى على بعد الايه؟ 1.7 كيلو من أول نقطة، وعلى بعد 470 ونص من ايه؟ من النقطة اللي هي الاستوب 600. يبقى هي دي الاستيشنات. يبقى عشان احسب الاستيشن ده، مثال توضيحي ان انا ازاي اجيب الاستيشن بتاع اي نقطه عندنا. طيب يبقى ده كل خصائص السمبل كيرف. يعني احيانا بيجي لك زي ما هنشوف دلوقتي المساله اللي جايه، بيبقى عايز منك الاليمنتس او الخصائص او البروبرتيز بتاع السمبل كيرف، يبقى هتحسب كل الايه، كل المعادلات اللي احنا قلناها دلوقتي. طيب من ضمن خصائص السمبل كيرف اللي احنا قلنا عليها في السلايد اللي قبل اللي فات، اللي هي ديجري اوف كيرف، اللي هي درجه المنحنى. درجة المنحنى دي عبارة عن ايه؟ بيقول لك هي الزاوية المقابلة للقوس طوله 100 فيت، لو تشتغل بالفيت، او 30.48 ايه متر لو تشتغل بالمتر. لو احنا شايفين هنا في الشكل ده، بيوضح ايه؟ ان احنا قلنا السيمبل كيرف عبارة عن جزء من دايرة، ادي السيمبل كيرف وطوله ال، الزاوية المقابلة ليه كام؟ دلتا. فقلنا اي طول، طول المنحنى كان عبارة عن ايه؟ الار نص قطر في الزاوية المركزية في الدلتا. فهي دي درجة المنحنى عبارة عن ايه يا باشمهندسين؟ اللي هي بيديها رمز الدي، الديجري اوف كيرف اللي هي واخده رمز الدي، بيبقى الزاويه المقابله للقوس طوله كام؟ 100 فيت. فيبقى في الحاله دي ال100 هتساوي ايه؟ هتساوي الار في الديجري اوف كيرف، او ال100 اهو هتساوي الار في الديجري اوف كيرف، فبقى على 180 وانت قايس الدي بكام؟ بالديجري. في الحاله دي هقدر اجيب الدي، العلاقه ما بين الدي والار، اللي هي الار لو انت بتحسب حساباتك بالفيت هتبقى 5730 على الدي، ولو بتحسبها بالمتر 1750 على الدي. فهو ده من القوانين المهمة هتلاقيها موجودة معاك في كل المسائل. لو انا عايز احسب نص القطر، فنص القطر ممكن احسبه لو هو مديك الديجري اوف كيرف، لو مديك الديجري اوف كيرف، لو انا بحسب بالفيت او الابعاد بتاعته او ابعاد المسألة بالفيت، يبقى هيبقى 5730 على الدي، لو بالمتر يبقى 1750 على الدي. يبقى ده الخاصية الأخيرة من خصائص السمبل كيرف. طيب هنبدأ بقى مثال، وهتبقى خلال المحاضرة كلها في مثال على كل جزء، احنا هناخده مثال توضيح عشان تبقوا معايا في الصورة، عشان لو فيها واحد مش فاهم أي حاجة يقدر المثال يوضح له بإذن الله. الشكل ده يقول لك، الشكل ده عندك اهوت، أدي خط مستقيم بالشكل ده تانجنت، وتقاطع مع خط مستقيم تاني من إيه، من واحد لإيه، من إيه لبي. فبيقول هيبقى تقاطعه سيمبل كيرف الديجري بتاعته بكام؟ بستة. يبقى الدي بتاعتنا 6 درجات. فاقدر من الدي اجيب الايه؟ اجيب الار زي ما اتفقنا، 5730 على الدي او 1750 على الدي، لو على حسب الايه؟ الابعاد بتاعتي. فالابعاد لو احنا لاحظنا بالفيت، فيبقى 5730 على الدي اقدر اجيب الار. والدلتا الزاويه المركزيه اللي هي الزاويه اللي هنا دي، زاويه التقاطع اللي هي دي، كمان دي الدلتا بكام؟ 30.4. فهو بيقول لك ايه؟ ان اللينس بتاع، من اللينس اوف لاين من واحد لايه؟ كان مدينا مسافة ما بين واحد لإيه، خط المستقيم ده، كانت حوالي 807.6 فيت. والبيجينينج ستيشن اوف ذا بروجكت از ات بوينت 1، بداية المشروع كان عند نقطة 1، والاستيشن بتاعها كيلو. يعني هو بادئ بداية المشروع بتاعنا، على سبيل المثال انت كان قبل كده في تنفذ من الطريق كيلو، من الطريق تنفذ قبل كده من الصفر لحد كيلو كان يتنفذ قبل كده، هيبدأ في المرحلة التانية يبدأ من كيلو وهو ماشي، فمن أول كيلو بدأ يظهر عنده إيه؟ منحنى أفقي. فالستيشن بتاعه نقطة 1 ده عند كيلو، بس ده بداية الطريق، ده مش بداية الايه؟ البي سي، ده بداية الطريق بتاع الكيلو. طيب لو انا بقى عند منحنى زي ده وفي تغير في الاتجاه، وخط مستقيم وخط مستقيم في تغير، فلازم ارسم ايه؟ السيمبل كيرف. هرسم بقى سيمبل، مثال السيمبل كيرف كده، ودي النقط بتاعتنا، دي البي سي وده البي اي وده البي تي، وعايز خصائص المنحنى ده والاستيشنات بتاعته. فهو الجيفن عندك ادي المنحنى، وادي المسافه دي 807.6، والاستيشن بتاع اول نقطه اللي هي نقطه 1 دي على ايه؟ مسافه كيلو. طيب هيبقى تعويض مباشر زي ما اتفقنا في قوانين المنحنى اللي فاتت اللي احنا قلنا عليه.
اللي هي نص القطر جامد دلتا اهي زي ما اتفقنا 5730 على الدي عشان الابعاد عندي بالفيت، والمماس اللي هي المسافه من اي لحد البي سي اللي احنا كنا بنقول عليها التانجنت من البي سي لحد البي اي، اللي هي المسافه من البي اي للبي سي هي المماس اللي هي الار تان دلتا على 2، والام الميدل اوردينيت كانت ار في 1 ناقص كوسين دلتا على 2، والال كورد والاكسترنال ديستانس اللي هي كانت المسافه من البي اي لحد السنتر لاين بتاع الطريق هنا كانت دي الاكسترنال ديستانس اللي هي الار في 1 سيج سيك دلتا على 2 اللي هي 1 على كوزين دلتا على 2 ناقص 1، وطول المنحنى اللي هو ال المنحنى طوله اللي هو من البي سي لحد البي تي ار في الدلتا، والدلتا عندي بالديجري يبقى اضربها في باي على كام؟ اضربها في باي على 180، يبقى دي خصائص المنحنى. طيب بعد كده انا عايز الاستيشنات زي ما اتفقنا، بجيب خصائص واستيشن بتاع الايه اللي انا اوقع بيها المنحنى، الاستيشن بتاع البي اي والبي سي والبي تي. طيب الجيفن عندي قال لك هي نقطه 1 دي ستيشن بادئ من كام؟ ب 1000. طيب الستيشن اللي جيفن عندي المسافه دي من 1 لايه، فانا لو خدت الاستيشن بتاع نقطه 1 زودت عليها المسافه الافقيه دي هجيب الاستيشن بتاعه البي ايه البي اي، يبقى الاستيشن بتاع البي اي بتساوي 1000 زائد 807.6 هيطلع الاستيشن بتاعها كام؟ كيلو 807.6، ده الاستيشن بتاع البي اي. طيب لو انا عايز الاستيشن بتاع البي سي زي ما اتفقنا قلنا هي عباره عن الاستيشن بتاع البي اي ناقص المسافه دي، والمسافه دي كانت هي عباره عن ايه؟ هي التانجنت ده، يبقى تاخد الاستيشن بتاع البي سي هي عبارة عن بي اي اللي احنا جبناها هنا كيلو 807 ناقص التانجنت اللي هي كام؟ 259.5 هدينا الاستيشن بتاع البي سي. طيب لو جبنا الاستيشن بتاع البي سي، الاستيشن بتاع البي تي كان عبارة عن ايه؟ كان الاستيشن بتاع البي سي زائد الايه؟ زائد طول المنحنى زائد ال ال، وال ال عندنا احنا جبناه ب 506.7، يبقى اخد المسافة دي تمام اجمع عليها ال ال اللي هي 506.7 اجيب الاستيشن بتاع البي. يبقى احنا دلوقتي جبنا خصائص المنحنى السيمبل كيرف وجبنا الاستيشن بتاع البي اي والبي سي والبي تي، ده مثال بسيط كده على السيمبل كيرف وخصائص المنحنى البسيط، هو تعويض مباشر في القوانين مفيش اي مشكله. طيب بعد ما خدنا عناصر السيمبل كيرف هنخش دلوقتي على عناصر الكومباوند كيرف، تاني كيرف من الكيرفات اللي عندي اللي هو كومباوند كيرف. كومباوند كيرف زي ما احنا اتكلمنا عليه في الاول هو عباره عن اتنين سيمبل كيرف، يعني عباره عن اول كيرف اهوت اللي هو بادئ من النقطه دي للنقطه دي، وكيرف تاني بالاتنين من انصاف اقطار مختلفه ولهم خصائص مختلفه، يعني ده ليه ار واحد ودلتا واحد، هما اكنك واخد اتنين سيمبل كيرف بالخصائص اللي احنا قلناها قبل كده بنفس الخصائص بتاعتهم، تشتغل ده كيرف لوحده وتشتغل ده كيرف لوحده خالص، ماشي يا باشمهندسين. طيب بيبقى عندي ادي نقطة البي زي ما احنا شايفين بوينت بي سي سي اللي هي النقطة دي، البوينت اوف كومباوند كيرف، البوينت اوف كومباوند كيرف اللي هي النقطة اللي بتربط ما بين الكيرف الأول والكيرف التاني، البوينت اوف كومباوند كيرف، وعندي بداية المنحنى البي سي ونهاية المنحنى البي تي، المنحنيين توتال مع بعض دي بدايته، بداية الرسم بتاعت بنسميها البي سي بوينت اوف كيرف، ونهايته هربط بالخط المستقيم تاني يبقى البوينت اوف ايه؟ تنشن، وتقاطع الخط المستقيم اللي انت جايبيه هنا من اهو كده، خط مستقيم اهو طالع مع خط مستقيم تاني تقاطعهم فين؟ في البي اي بوينت اوف انترسكشن. تمام؟ ويبقى عندي ادي الكيرف بتاعنا الاول خصائصه عندك تي واحد وتي اتنين، يبقى المماس بتاعنا كان النقطة دي لو انتوا فاكرينها وانا بشتغل على السيمبل كيرف ده لوحده فكانت دي البوينت اوف انترسكشن بتاع الكيرف الصغير ده لوحده، وكان دي المسافة ايه؟ ده المماس بتاعنا تمام؟ اللي هو كان R تان دلتا على 2، تان T1 ده R في تان دلتا على 2 في السيمبل كيرف، يبقى عندي ده المماس اهو بتاع المنحنى الصغير، انما المماس كالمنحنيين مع بعض اللي هي T كابيتال التانجنت لينس اوف كومباوند كيرف اللي هي التانجنت لينس اوف كومباوند كيرف، انما T سمول هي التانجنت لينس اوف سيمبل كيرف، لكل كيرف على حدة ده التانجنت، يبقى المنحنى الاول ليه تي 1 تانجنت لينس والمنحنى الثاني ليه تي 2 تانجنت لينس، انما الكومباوند كيرف كله على بعضه ليه تي كابيتال اللي هو الايه تانجنت لينس اوف كومباوند كيرف، والدلتا الزاويه المركزيه بتاعت الاثنين بتاع المنحنيين هي عباره عن ايه اللي هي دلتا 1 زائد دلتا 2 او الدلتا الاولى بتاع المنحنى الاول زائد الدلتا بتاع المنحنى الثاني، وعندك نص قطر بتاع المنحنى الاول ونص قطر بتاع المنحنى الثاني، وقلنا اشتراط من اشتراطات الكومباوند كيرف ان الار ماكسيم على الار مينيمم تتراوح من كام يا باشمهندسين؟ من 1.5 ل 2 ما تزيدش عن كده. طيب ازاي احسب خصائص المنحنى؟ لو عايز احسب خصائص المنحنى نفس خصائص السيمبل كيرف، كل سيمبل كل منحنى على حد ان الدلتا الزاويه المركزيه عباره عن دلتا 1 زائد دلتا 2، دلتا بتاع المنحنى الاول السنتر انجل بتاع المنحنى الثاني الاول زائد السنتر انجل بتاع المنحنى الثاني، وطول المنحنى طول المنحنى المركب ده كله عباره عن ايه؟ ال 1 زائد ال 2، ال1 اللي هو من بي سي للبوينت اوف كومباوند كيرف وال2 اللي هو من البوينت اوف كومباوند كيرف للبي تي. طب طول المنحنى اصلا كان عباره عن ايه؟ طول اي منحنى سيمبل هو عباره عن الار في الدلتا،
فال واحد يبقى ار واحد في دلتا واحد، وال اتنين ار اتنين في دلتا اتنين. طيب المماس للمنحنى الاول اللي هو المماس بتاع المنحنى الاول ده كان عباره عن ايه؟ اللي هو الدي واحد سمول احنا سايلين عليه، اللي هو المسافه من بين البي سي لحد نقطه جي تي سمول. والمماس عباره عن الار في تان دلتا على اتنين، يبقى ار واحد تان في دلتا واحد على اتنين، والمماس بتاع المنحنى التاني ار اتنين في تان دلتا ايه على اتنين. يبقى ده هو خصائص المنحنى المركب. طيب ايه اللي هيبقى الاختلاف بقى يا باشمهندسين؟ الاختلاف كله في الاستيشن، ازاي احسب الاستيشن؟ فانا لو عندي الاستيشن بتاع البي اي زي ما اتفقنا اللي هي بتبقى جيفن، طب انا عايز احسب الاستيشن بتاع البي سي، وعليه اللي انا هزود طول المنحنى اللي هو ال اللي هو عندي ده، اقدر اجيب الاستيشن بتاع الايه البي تي. لو عندي الاستيشن بتاع البي اي اجيب البي سي ازاي؟ انا كنت على طول بطرح التانجنت تمام في الح... بس هناك كانت التانجنت كنت موجوده اللي هي الار تان دلتا على 2، انما في الحاله دي انا عايز اطرح المسافه دي كلها اللي هي ايه تي واحد، اللي هي عباره عن المسافه دي اللي هي من نقطه في لجي زائد تي واحد سمول اللي هي التانجنت بتاع السمبل كيرف الاول. يبقى لو عندي الاستيشن بتاع البي اي هطرح منه المسافه دي كلها اللي هي ايه التي كابيتال، هي عباره عن الفي جي زائد تي واحد. التي واحد ده عندي اللي هو ار واحد في تان دلتا واحد على 2، طب انا عايز المسافه دي، المسافه دي هي الايه فيها مشكله عندي مش موجود، فهجيبها ازاي يا باشمهندسين؟ هجيبها من المثلث اللي هو الفي جي اتش، اللي هو المثلث ده الفي جي اتش بقانون ايه الساين. لان احنا قلنا لو الفي جي على ساين دلتا 2 بتساوي المسافه دي اللي هي من الجي لاتش على ساين الزاويه دي، والزاويه دي عباره عن ايه؟ دي كلها 180، فالزاويه دي عباره عن 180 ناقص الدلتا، يبقى الفي جي اللي انا عايزه على ساين دلتا 2 والدلتا عندي، يبقى خلاص المسافه دي على ساين 180 ناقص الدلتا والدلتا عند. طب المسافه دي عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ اللي هي جي اتش، مش جي اتش، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن المماس الاول اللي هو تي واحد، ما قلنا ده لو ده تي واحد يبقى ده كان تي واحد، ده المماس، يبقى المسافه دي من هنا لهنا هي تي واحد، والمسافه دي من اتش لبي تي هي تي اتنين، يبقى المسافه من بوينت اوف كومباوند كيرف لحد الاتش هي التي اتنين، لان السمبل كيرف الاول ده او السمبل كيرف التاني ده المماس بتاع السمبل كيرف نفسه، هو تي اتنين هنا يبقى دي تي اتنين، وادي لو السمبل كيرف ده يبقى ده المماس بتاعه اللي هي التي واحد، وادي المماس بتاعه برضو اللي هو التي واحد. يبقى الجي اتش المسافه دي عباره عن ايه؟ قيمه التي واحد زائد التي اتنين مقسومه على الساين 180 ناقص الدلتا. يبقى عشان اجيب الفي اتش عندي الدلتا اتنين دي موجوده تبقى جيفن عندك، و180 ناقص الدلتا، الدلتا التانيه عندي لو مش عندي الدلتا كابت اللي هي الدلتا بتاع كومباوند كيرف هي عباره عن دي واحد زائد تي اتنين، وعندي المماس الاول تي واحد وعندي التي اتنين من القانون بتاعهم اهو، اقدر اجيب الفي جي. لو انا جبت الفي جي يبقى التي بكام يا باشمهندسين؟ عباره عن تي واحد زائد الفي جي اهو. يبقى انا دلوقتي في الحاله دي عندي المسافه دي كلها. يبقى لو عايز بقى الاستيشن بتاع البي سي هيبقى عباره عن استيشن بتاع البي اي اللي هي ده ناقص التي، يبقى انا عندي البي سي. طب عايز اجيب بقى الاستيشن بتاع البوينت اوف تانجنت هجمع لهم ايه؟ طول المنحنى اللي هي الايه ال اللي هي عباره عن ال واحد زائد ال كام ال تي. يبقى ده خصائص الكومباوند كيرف، هو نفس السيمبل كيرف انا بتعامل على كل كيرف كحده، الفكره بس كلها في الاستيشن، ازاي اقدر اجيب الاستيشن بتاع البي سي واقدر اجيب الاستيشن بتاع البي تي. طيب لو حبينا نطبق بقى على الكلام مثال على الكومباوند كيرف، فهو بيقول لي احسب الفاليو والاستيشن للكومباوند ايه كيرف. الكومباوند كيرف هيتعمل فينا يا باشمهندسين لوب اكزيت لوب اوف فري واي، يعني عندك طريق حر اهو، وهبدا اخرج منه بايه بلوب لطريق تاني، فاللوب ده هيتعمل كومباوند كيرف تو سمبل كيرف في نفس الاتجاه. وبيقول لك ان في نقطه على المنحنى، نقطه على الفري واي بدات بادئ منه قبل اللوب عند ستيشن كام؟ عند ستيشن واخدها الاستيشن 1000، ونقطه البي اي بتاع المنحنى المركب، نقطه تقاطع البي اي بتاع الكومباوند كيرف عند كام؟ مسافه كام يا باشمهندسين؟ مسافه 2700 فيت بعد الايه بعد التيبر، بعد النقطه دي، النقطه دي عند التيبر، وهو بعد 2 كيلو 700 تمام، هيبقى نقطه الايه البي اي. يبقى من النقطتين دول اللي عندي دول عند الاستيشن، وبعد الاستيشن ب 2700 فيت هتبدا تظهر نقطه البي اي. يبقى انا لو عايز نقطه الاستيشن بتاع البي اي يا باشمهندسين هي عباره عن ايه؟ الاستيشن النقطه دي زائد كام؟ 2700 ايه 2700 فيت، يعني الاستيشن بتاع البي اي هيبقى عند كام؟ 3700. الاستيشن بتاع البي اي 2700 زائد ال 1000 يبقى 3700. يبقى انا في البدايه كده عرفت اجيب الاستيشن بتاع البي اي، يبقى الاستيشن بتاع البي اي عندي. يبقى اللي هيبقى بعد كده انا هبدا اجيبه في المساله الاستيشن بتاع البي سي والبي تي. يبقى انا دلوقتي بقى عندي الاستيشن بتاع البي اي،
ومديك بقى خصائص المنحنى. المنحنى الاول هو الفريست كيرف، نص القطر بتاعه 2400 والدلتا بتاعتك دي، والمنحنى التاني السكند كيرف نص القطر بتاعه 1900 والديفليكشن انجل بتاعتنا اهي. طيب اجيب الخصائص ازاي يا باشمهندسين؟ نفس هنعوض تعويض مباشر زي ما عوضنا في مساله السيمبل كيرف، هنعوض تعويض مباشر في القوانين بتاعته. ده انا هجيب ال L1 وال L2 ار في الدلتا، والار عندي والدلتا عندي، والتي تي واحد المماس بتاع السيمبل كيرف الاول، والمماس بتاع السيمبل كيرف التاني، ده كلهم عندي. طيب بعد كده هجيب ايه؟ هجيب الاستيشن. زي ما اتفقنا الفكره كلها في الاستيشن، فعشان اجيب الاستيشن احنا قلنا الاستيشن بتاع البي اي عندي جيفن على ايه 3700، يعني الاستيشن بتاع البي اي كانت 3000 كام 700 2700 زائد الاف كانت 3000 وكام 3700، ده الاستيشن بتاع البي اي. طب انا عايز اجيب الاستيشن بتاع البي سي، فقلنا هنعمل قاعده المثلث اللي هي الفي جي على ساين دلتا على 2 بتساوي تي 1 زائد تي 2 اللي هي المسافه دي على ساين 180 ناقص دلتا، ده هو القانون ده. وعندي الدلتا عباره عن دلتا 1 زائد دلتا 2 تساوي 50 درجه، يبقى انا عندي تي 1 وتي 2 انا جايبهم فوق اهم تمام، وعندي الدلتا 2 اقدر اجيب منهم الايه الفي جي، فالفي جي طلع ب 500 وكام 574.9 من 100 ايه في. طيب لو عايز اجيب بقى قيمه بقى ده الفي جي، يبقى انا جبت دلوقتي كده المسافه دي، المسافه دي دلوقتي انا جبتها اجمعها على تي 1 يبقى اجيب الايه التي، يبقى تي 1 الفي جي زائد تي 1 اهي عندي سمول، اجيب التي كابيتال المماس بتاع الكومباوند كيرف كله. اقول بقى الاستيشن بتاع البي اي انا عندي زي ما اتفقنا ده ايه كان جيفن، اللي هو الاستيشن بتاع البي اي، اطرح منه التي، اطرح منه التي اللي انا جبته ده، اجيب الاستيشن بتاع البي سي ازود عليه طول المنحنى توتال، طول المنحنى اللي هو كان عباره عن ايه يا باشمهندس ال 1 زائد اللي كام ال 2 اللي هم عندي دول، ادي ال 1 اهو وادي ال 2 اجمعهم على الاستيشن بتاع البي سي اللي هي هنا، اجيب منهم الايه الاستيشن بتاع البي تنشن، يبقى انا عندي الاستيشن بتاع البي اي هطرح منه المسافه دي كلها، هجيب الاستيشن بتاع البي اي سي ازود على الاستيشن بتاع البي سي طول المنحنى كله، اجيب المسافه بتاع البي تي الاستيشن بتاع البي تي، وطول المنحنى عباره عن ايه ال 1 بتاع السيمبل كيرف الاول ده اللي هو ده زائد كام زائد ال 2. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على السيركولار كيرف، اتكلمنا على السيمبل كيرف والكومباوند والريفرس، عرفنا ايه هما، وخدنا الخصائص بتاع السيمبل كيرف وخصائص الكومباوند كيرف، ده الجزء الاول. هنخش بقى على الجزء المهم في المحاضره، ان انا عايز اصمم الهوريزونتال كيرف، عايز اصمم المنحنى اللي عندي ده. معنى التصميم المنحنى او الديزاين بتاع الهوريزونتال كيرف ان انا اجيب نص القطر المينيمم راديوس بتاع المنحنى بتاعي. احنا في اللي فات ده كله كان ممكن يبقى نص القطر جيفن، طب انا في الاول عندي طريق عايز اخططه، عندي تقاطع، طيب ارسم المنحنى بناء عليه، نص القطر اللي عندي ده اجيبه بناء عليه. احنا كنت بقول لك الديجري اوف كيرف عندي، وبالتالي من الديجري اوف كيرف اقدر اجيب المنحنى. طيب الديجري اوف كيرف اتحددت بناء على ايه؟ ما انا عايز اجيب النص القطر، فدلوقتي انا هبدا اشوف ازاي بصمم نص القطر. لو انا مثلا عند الطريق اهوت السرعه عندي مثلا 90 او 100، فازاي اقول نص قطر المقابل للسرعه دي؟ فديزاين اوف هوريزونتال كيرف هي المقصود بيها ان انا بصمم الديزاين اوف هوريزونتال كيرف، ان انا عايز اجيب المينيمم راديوس السيف مينيمم راديوس بتاع الهوريزونتال كيرف. يبقى تصميم المنحنى المقصود ان انا هجيب منه نص قطر المنحنى، وعشان في شرطين عشان اجيب منهم نص قطر المنحنى لازم يحققوا. اول حاجه النص قطر اللي يحقق بالانس اوف فيكل، اتزان المركبه على المنحنى اللي هي عن طريق السوبر إليفيشن، هنتكلم عنها يعني ايه اتزان المركبة على المنحنى. وتاني حاجة اللي يحقق الشرط التاني بتاع السايد ديستانس نتيجة العائق. يبقى انا لما اجي اجيب النص القطر بجيب نص القطر اللي حقق خاصتين اتنين، المركبة تبقى متزنة على المنحنى ما يحصل ما تتقلبش نتيجة القوة الطاردة المركزية. تاني حاجة الايه بعد العائق او السايد ديستانس زي ما احنا اتكلمنا في ايه في محاضرة السايد ديستانس قبل كده، وهنعرفها ازاي بالتفصيل. هاخد ازاي اجيب النص القطر، هنبدأ دلوقتي ازاي اجيب نص القطر في اللي بيسبب الاتزان على المنحنى اللي هي بنسميها السوبر اليفيشن، ارتفاع الظهر عن البطن اللي احنا اللي انتوا خدتوها في سكة الحديد، يعني خدتوا نبذه عنها في سكة الحديد برضه. نص القطر اللي بيحقق الاتزان المنحنى ده عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ يعني انت لو داخل سيادتك على المنحنى بالشكل ده كده، انت جاي من خط مستقيم، جاي من هنا اهو من خط مستقيم طريق كده، ودي السنتر لاين بتاع الطريق خط مستقيم، وبعد كده دخلت فين؟ دخلت على المنحنى. فلما تيجي تدخل على المنحنى بيظهر عندك قوه طارده مركزيه عايزه تاخد العربيه وتطلعها بره، وانت راكب العربيه بتحس في المنحنى ان القوه كل ما حتى السرعه بتزيد فبتلاقي ايه القوه الطارده المركزيه بتزيد، فده قوه طارده مركزيه بتبقى عايز تاخد العربيه وتطلعها بره. اقاوم ازاي القوه الطارده المركزيه؟ بقاومها عن طريق حاجتين اتنين. اول حاجه يبقى ده
اول حاجه عندي القوه الطارده المركزيه نتيجه وزن العربيه، الوزن العربيه بيبقى في وزن العربيه الاسفل، ادي وزن العربيه، فبيسبب احتكاك، فبيسبب هنا احتكاك ما بين العجله العربيه ما بين الكاوتش وما بين الاسفلت، فنتيجه الاحتكاك ده بتظهر عندي لو الفريكشن فورس، الفريكشن فورس بتبقى في الاتجاه المعاكس، العربيه بتبقى عايزه تطلع كده بقوه الطارده المركزيه نتيجه وزن العربيه، بيبقى في احتكاك ما بين كاوتش وما بين الاسفلت، فبيبقى ايه خلي العربيه ترجع تاني، هو ده بيقوم قوه الطارده المركزيه. فلكن السرعات العاليه لو قوه الطارده المركزيه قانونها اللي هي دبليو في سكوير على جي في الار، وفريكشن فورس دبليو في الاف اس، والاف اس ده السايد فريكشن فورس او معامل احتكاك وزن العربيه في معامل الاحتكاك ما بين الكاوتش وما بين الايه الاسفلت، ده الفريكشن فورس او الفريكشن ايه سايد فريكشن فاليو فاكتور. يبقى دلوقتي في قوتين اتنين، اول قوتين زي ما احنا قلنا دلوقتي، يبقى قوه الضغط المركزيه عايزه تطلعك بره المنحنى بيقاومها الايه الفريكشن فورس اللي هي قيمتها دبليو في الاف اس، وهتلاقي قوه الضغط المركزيه قانونها ايه دبليو في سكوير على الجي في الار، يعني بتتناسب طردي مع مربع السرعه وعكسي مع نص القطر، يعني كل ما السرعه بتزيد قيمه الايه القوه الطارده المركزيه ايه بتزيد، وكل ما نص القطر يبقى قليل، نص قطر المنحنى ده قليل، كل ما برضو الايه القوه الطارده المركزيه بتزيد. احيانا يعني في الغالبيه العظمى لما تيجي مثلا السرعات عندي عاليه او صف الاقطار قليله، بيبقى الفريكشن فورس دي ما بتقدرش تقاوم قوه الطارده المركزيه، يعني نتيجه السرعات العاليه ونقصف الاقطار القليله، فقوه الطارده المركزيه بتبقى قيمتها كبيره، فالفريكشن فورس ما بتقدرش تعمل اتزان للمركبه على الطريق، فبلجا لايه بقى يا باشمهندسين، ان انا اقوم جاي عامل سوبر اليفيشن، اللي انا برفع الحافه الخارجيه للرصف هي دي، وعن الحافه الداخليه زي ما انتم شايفين كده، ادي اهو يعني الطريق بتاعي كان كده، واقوم جاي رافع الحافه الخارجيه دي بالمسافه دي وانزل كده، فبيتكون ايه الشكل اللي عندي دي، ادي الحافه الخارجيه وادي الحافه الداخليه بالدوران، الاوتر ايدج والانر ايدج، الانر ايدج يا باشمهندسين دايما في الحافه اللي انت بتلف حواليها، يعني انا داخل دلوقتي هلف شمال اهو ليفت تيرن، فبيبقى دي الانر ايدج بتاعي وده الاوتر ايدج، فبرفع الحافه الداخليه سوبر الفيشن هي ايه مسميها ارتفاع الظهر عن البطن او ارتفاع الحافه الخارجيه للطريق عن الحافه الداخليه بمقدار سوبر الفيشن هي الزاويه الالفا بتاعي. لو احنا في الوضع زي ما اتفقنا هنا في قوه طارده مركزيه قيمتها دبليو في سكوير على جي في الار، بيقاومها ايه بيقاومها قيمه الفريكشن فورس قوه الاحتكاك اللي هي دبليو في الايه دبليو في الاف اس، لما اعمل وده وزن المركبه لتحت، لما رفعت الحافه الخارجيه عن الحافه الداخليه ظهر مركبه للوزن بقت دبليو في الساين الفا اللي هي المركبه للوزن اهي، نتيجه اللي هو نتيجه السوبر اليفيشن مع مركبه الدبليو الفريكشن فورس اللي هي الدبليو اف اس في كوزين الالفا، عشان هتبقى هنا احللها كوزين الالفا، بيساوي هما الاثنين دول بقى يعادلوا القوه الطارده المركزيه مركبه القوه الطارده المركزيه اللي هي دبليو في سكوير على جي في الالفا كوزين الالفا، فالمركبه دي بتاع القوه الطارده المركزيه ونتيجه مع مركبه الوزن اللي اتولدت من السوبر اليفيشن مع الفريكشن فورس، فعدل القوه الطارده المركزيه في المقدار، وبتبقى عكسها في الايه في الاتجاه. يبقى في الاول كده بمنتهى البساطه انت عندك قوتين اتنين، قوه الطارده المركزيه اللي بيقومها الفريكشن فورس، بس احيانا مع السرعات العاليه ومع انصاف الاقطار القليله بتبقى الفريكشن فورس ما تقدرش تقاوم قوه الطارده المركزيه، فبلجأ ليه؟ بلجأ للسوبر اليفيشن، ان انا برفع الحافه الخارجيه للطريق عن الحافه الداخليه، فبيولد مركبه للوزن اللي هي المركبه دي مع مركبة الفريكشن فورس، المركبتين دول بيساوي قوة الطارده المركزية في المقدار، ويبقى عكسها فين؟ في الاتجاه، فبيسبب اللي هو من هنا كلمة الاتزان البالانس اوف فيكل، يبقى اللي بيقوم قوة الطارده المركزية اللي هي السوبر اليفيشن فورس والفريكشن فورس. طيب عشان يحصل اتزان بقى يا باشمهندسين، مش لازم المركبة دي بتساوي مجموع المركبتين دول اللي هي الدبليو سين الفا زائد دبليو كوزين الفا، يبقى عشان يحصل اتزان لازم مركبة القوة الطارده المركزية بتساوي مركبة الايه؟ الوزن مع مركبه الوزن الناتجه من السوبر اليفيشن مع مركبه الفريكشن فورس، هتبقى هنا من المعادله دي اقسم على الدبليو في كوزين الفا، هيبقى الدبليو والكل الدبليو راح مع بعض، يبقى هنا اتفضل لك في سكوير على جي في الار اقسم على الدبليو كوزين الفا، وهنا الدبليو خلاص راح سين الفا على كوزين الفا هيدينا التان الفا، زائد هيبقى بنفضل هنا ايه الاف اس، التان الفا هو ده الاي بالنسبه اللي هو السوبر اليفيشن، بنسمي السوبر اليفيشن هي الاي. يبقى القانون بتاعي بقى طلع عباره عن ايه، ان الاي زائد الاف اس، الاي زائد الاف اس بيساوي في سكوير على جي في الار، هو عجله الجاذبيه الارضيه يعني، ومن التحويلات بقى لو انت عايز التحويلات بتاعتك الفي بالكيلومتر والار بالمتر والاي والاف اس، فالاي بقى الاي زائد الاف اس بيساوي في سكوير على 127 ار، والاي زائد الاف اس بيساوي في سكوير على 15 ار، لو الوحدات بتاعتك بالكيلومتر
السرعة بتاعتك كيلومتر الساعة ونص القطر بتاعك بالمتر، هاخد القانون ده الاي زد الاف اس يساوي في سكوير على 127 اه، ولو وحداتك بالميل يبقى اخد القانون ده الاي زد اف اس بيساوي في سكوير على كام؟ على 15 اه. والاف اس زي ما قلنا اللي هو السايد فريكشن فاكتور معامل الاحتكاك الجانبي، والاي هي السوبر اليفيشن، والفي السرعه، والار نص القطر بتاعك. يبقى انا لو عايز احسب نص القطر اللي بيسبب التزان المركبه على الطريق بجيبه منين؟ بجيبه من القانون ده الاي زد اف اس بيساوي كام؟ في سكوير على 127 ار او على 15 ار على حسب الوحدات بتاعتنا. طيب يبقى الاي بيعتمد عليه بشمهندسين او داله في ايه؟ داله في السرعه وداله في نص القطر وفي السايد في الايه؟ في السايد فريكشن، بيتاثر بالثلاث انواع دول. كل ما تزيد السرعه يبقى محتاج معاها الاي اكتر، كل ما ايه ما يقل نص القطر كل ما محتاج الاي ماكسيمم. يبقى الاي ماكسيمم بتراق بايه؟ بتبقى ايه في علاقه عكسيه ما بين الاي وما بين الار، لو الار قليله تبقى الاي ايه اعلى، لان كل ما تبقى الار زي ما اتفقنا قبل كده كل ما تبقى الار قليله كل ما قوه الطرد المركزيه ايه بتزيد، فبالتالي عشان اعمل مركبه الوزن تعادل قوه الطرد المركزيه فلازم انا ارفع ايه اعمل رفع للطريق اكتر، ارفع الحافه الخارجيه اعلى من الحافه الداخليه بايه اللي هي بالسوبر اليفيشن. طيب الاف اس ده عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ هو داله في السرعه بيجي من السرعه، احنا شايفين بيبقى فيه جدول كده بقدر على حسب السرعه التصميم بتاعتك، لو انت مثلا بتصمم على سرعه 120 كيلومتر في الساعه فيبقى الاف اس بكام؟ ب 9 من 100، وزي ما احنا شايفين كده كل ما السرعه بتزيد قيمة الاف اس ايه بتقل، اللي هو الاحتكاك ما بين عجل العربية والاسفلت كل ما السرعة تبقى عالية فبيبقى الاحتكاك ايه بيبقى قليل، فعلى حسب السرعة بتاعتك بخش الجدول اجيب. ففي المسائل لو هو مش مديك الاف اس جيفن اللي هو السايد فريكشن فاكتور مش مديهولك في المسألة فباخده بكام؟ 13 من 100. فالمسائل عندك يعتبر الاف اس بتاعك جيفن، ما ادهوش جيفن يبقى 13 من 100. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى احنا دلوقتي خلاص يبقى الاف اس ده عندنا، كل المسائل الاف اس عندنا، ولو مش عندنا باخده ب 13 من 100. يبقى عندي دلوقتي تلات مجاهيل الاي والفي والار، القانون ده مهم هتلاقيه في كل مسائل الهوريزونتال كيرف الهوريزونتال الاينمنت. يبقى عندي تلات متغيرات السرعه والسوبر الفيشن ونص القطر، بدلت اي اتنين في المجيب التالت هتلاقي مثلا مديك الفي والاي، يبقى انا يبقى هو محتاج الار، هيديك الار والفي هو محتاج السوبر الفيشن، الاي والار يبقى محتاج الفي لان الاف اس عندك. فالقانون ده قانون تبقى عارفه بيحل لك بيه معظم المسائل اللي هي الاي زائد الاف اس بيسكور على كام؟ على 127 ار او 15 ار. طيب بيقول لك السوبر اليفيشن ده يا باشمهندسين بيعتمد على ايه بقى؟ بيعتمد على ثلاث حاجات على حسب الويذر كونديشن، سواء في ايه في ايس او في سنو، ده عشان كل ما بيبقى في ايس وسنو بيبقى معامل الاحتكاك بيقل ما بين الاسفلت وما بين الايه؟ ما بين الكاوتش، فالسوبر اليفيشن بيتاثر بيه في الايه؟ من الاف اس، لانه في القانون السوبر اليفيشن بتاثر بالاف اس. تاني حاجه على حسب نوع الارض بتاعنا، الارض مسطحه ولا رولينج متدرجه ولا ارض جبلي، والطريق بتاعك هل هو طريق خلوي في منطقه خلويه ولا طريق حضري داخل المدينه. والكود المصري عندنا بيقول لك لو الطرق الخلويه هتاخد السوبر اليفيشن عندنا بيبقى من 6 ل 12% الاي ماكسيمم، لو الطريق رولر خلوي بياخده من 6 ل 12%، ولو الطرق حضريه اللي هي الاربن من 4 ل 6%، ممكن توصل ل 10% في الطرق الايه الجبليه. يبقى السوبر اليفيشن ماكسيمم عندنا في الطرق الاربن من 4 ل 6%، والطرق الخلويه بيبقى من 6 ل 12%. ده لو انا عايز اجيب الاي بالمعادلات زي ما اتفقنا في مسافات الرؤية كان عندك قانون، وجبت لك برضو جداول قلت لك لو انت بتصمم تفتح الجدول عند السرعه اقدر اجيب الستوبنج سايد ديستنس او الباسنج او الايه او الديسيشن سايد ديستنس على حسب المسافه اللي انت بتقولها. هنا برضو نفس الكلام، لو انا عايز اجيب نص القطر في جداول في الكود عندك او الاشتو او في الكود المصري اللي بيقول لك والله لو انت عايز تجيب المينيمم ريديوس بتاعنا على حسب السوبر اليفيشن على حسب السرعه انت ماشي بيها اقدر اخش اجيب الايه اجيب النص القطر. يعني لو انت بتقول والله انا هصمم على سرعه 90، سرعه تصميميه عندي في طريق انا هصممه على سرعه 90 واخد السوبر اليفيشن اللي عندي 4 مثلا في الميه على حسب السوبر اليفيشن بتاعي، فاخد السوبر اليفيشن 4% مع سرعه 90 يبقى نص القطر بكام؟ هاجي نص القطر ب 375. يبقى ده هو الايه المينيمم ريديوس، اقل نص قطر مقابل سرعه 90 وسوبر اليفيشن 4% ب 375، يعني ممكن ازود عن كده. فانت بتخش الجدول على حسب السوبر اليفيشن على حسب سرعه جيف، بس الجدول ده اللي احنا شايفينه مخصص لو الاي ماكسيمم اعلى اي عندك 4%، هتلاقي بقى في جداول لو 6% في جداول 8 10 12 كل سوبر اليفيشن ماكسيمم لجدول زي ده. فانت بتشوف انت السرعه بتاعتك كام والسوبر اليفيشن انت عايز تشتغل بيه كام، بخش الجدول بتاعه اجيب النص قطر على طول. ماشي يا باشمهندسين؟ الجدول مش متاح معاك بتبدا ايه بيشتغل بالقانون اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاي زائد الاف اس في سكوير على 127 كام ار او على 15 ار. يبقى ده اول حاجه لو انا عايز اصمم منحنى افقي اجيب نص القطر، يبقى الشرط عندي اللي حققه شرط الاتزان اللي هو بتاع السوبر اليفيشن،
بيبقى نص القطر عباره عن ايه بقى يا باشمهندس اللي انا عايز اجيبه؟ بيبقى هو عباره اي زائد الاف اس في سكوير على 127 ار، يبقى ده الار اللي انا عايز اجيبه. يبقى عندي بدلاله الاي وبدلاله السرعه والسايد فريكشن اقدر اجيب نص القطر، يبقى الفي هو السرعه ودلاله السوبر اليفيشن يبقى انا جبت نص القطر. طيب هناخد مثال بقى على الجزء اللي احنا قلناه دلوقتي، ازاي اجيب الار اللي بيحقق الايه اللي بيحقق الاتزان على المنحنى. بيقول لك في رود واي از بينج ديزاين فور سبيد، السرعه بتاعت التصميم 70 كيلومتر في 70 ميل للساعه، ادي السرعه على الطريق، هصمم الطريق على ايه سرعه 70، وفي هوريزونتال كيرف هيتعمل بالسوبر اليفيشن 8%، يبقى انت سرعه تصميم بتاع الطريق 70 والهوريزونتال كيرف ده اللي انت هتعمله السوبر اليفيشن فيه 8% والسايد فريكشن كان كام؟ 1/10، عايز المينيمم ريديوس. يبقى هو مديك السرعه مديك السوبر اليفيشن ومديك الاف اس، وزي ما قلت لك قبل كده في سرعه في ثلاث متغيرات عندك الفي والاي والار، عندك منهم ادي الفي والاي يبقى المطلوب الاي الار، وهنا السرعات او الوحدات بالميل في الساعه، يبقى هعوض في القانون الفي سكوير على 15 ار بيساوي الاي زائد الاف اس، عندك الاف اس وعندك الاي وعندك السرعه يبقى اجيب نص القطر، يبقى ده الار مينيمم اللي هو 1814.8، ده اقل نص قطر بيقابل سرعه 70 وسوبر اليفيشن كام؟ 8%. يبقى ده اول حاجه لو انا اصمم منحنى ديزاين اوف فيرت او الهوريزونتال كيرف اللي انا جايز بيه اجيب بيه نص قطر، ولو هصمم يبقى لازم انا اجيب نص قطر بحق شرطين، الشرط الاول شرط الاتزان اللي احنا اتكلمنا عليه، والشرط الثاني بقى مسافات الرؤيه، مسافات الرؤيه اللي هو ايه الجزء ده. يعني ايه اللي انا اجيب نص قطر يحقق مسافه الرؤيه؟ لو احنا انتوا فاكرين يا باشمهندسين احنا اتكلمنا في محاضره السايد ديستانس، واتفقنا ان انت لو بتعدي كده لو الطريق بتاعك هو بالشكل ده وانت ماشي بالعربيه هنا، مسافه الرؤيه ومسافه النظر بتاعتك بتتاثر بالعائق الجانبي اللي هو السايد اوبستراكشن، العائق الجانبي. العائق ده ممكن يبقى بيت، شجره، ايا كان، يعني في سور او شجر او بيوت في المنطقه دي. فكل ما العائق ده كل ما مسافته تبعد، كل ما العائق ده لو انا نزلته اكتر كل ما مسافه الرؤيه بتاعتك ايه بتوضح. يعني انت هنا ادي العربيه بتاعتك انت جاي هنا، فمسافه الرؤيه بالنسبه لك بتبقى العائق ده، لو العائق ده قرب شويه فمسافه الرؤيه بالنسبه لك ايه اقل، اللي هي الاس اللي هي السايد ديستنس، مسافات الرؤيه بتاعتنا. فالمسافه من هنا لهنا هي دي السايد ديستنس. لو انا بعدت العائق، يعني لو كان هنا العائق او لو انا نزلت العائق تحت شويه كده، فبالتالي مسافه الرؤيه بالنسبه لك بقت من هنا لحد هنا. فكل ما يبعد العائق عن الحافه الداخليه للطريق ده بيزود بيزود ايه يا باشمهندسين مسافه الرؤيه بتاعتي. طيب مسافه الرؤيه بتاثر ازاي في نص القطر؟ بحاجه اسمها الام، يعني بعد العائق عن منتصف الحاره الداخليه ده الام، بعد العائق اللي هو ده عن منتصف الحاره الداخليه للطريق، يعني لو ده حاره وده حاره منتصف الحاره الداخليه ده بعد العائق عن منتصف الحاره الداخليه ده ام. يعني ايه يا باشمهندسين؟ لو انت عندك طريق زي ده كده، طريق حارتين اتجاهين، حاره رايح وحاره جاي، بعد العائق لو احنا في عندك عائق هنا اللي هو مثلا شجره زي ما اتفقنا، بيت، عمود، في سور، فبيقول لك بعد العائق اللي هو ده عن نص الحاره الداخليه بتاعتك ده بيسميه ام. يعني ايه نص الحاره الداخليه يا باشمهندسين؟ يعني لو الطريق ده تلات حارات، يعني حاره وحاره، يعني ده حاره اتنين تلاته في الاتجاه ده وتلات حارات في الاتجاه التاني، يبقى الام بتاعنا البعد العائق عن الحاره الداخليه، عن منتصف الحاره الداخليه، يعني اخر حاره بالنسبه لي. انا ماليش دعوه بعدد الحارات، انا بشتغل الام من بعد العائق عن منتصف الحاره الداخليه الاولى دي. فلو ثلاث حارات باخد هنا، اربع حارات انا ليا بالحاره اللي في اول حاره عندي هنا، ماشي يا شباب؟ يبقى بعد العائق عن منتصف الحاره الداخليه ده هو الايه الام، وكل ما بيزيد يبعد العائق كل ما بيزيد مسافه الرؤيه بتاعتي. طيب الام ده ايه العلاقه ما بين الام ونص القطر؟ اتفقنا ان انا بصمم المنحنى يعني عايز اجيب نص القطر، نص القطر بيحقق ايه؟ بيحقق مسافه الرؤيه اللي هي السايد ديستنس. الام ده ربطهولك بنص القطر، يعني كل من المسافه بتاعت الام العائق دي بيربطهولك بنص القطر اللي هي بحقق الايه السايد ديستانس، يبقى نتيجه الايه السايد اوبستراكشن، لان احنا اتفقنا كل ما العائق ده يبعد كل ما مسافه الرؤيه بيحصل لها ايه زياده، لو نزل يبقى دي مسافه الرؤيه بقت من هنا لحد هنا، فبتبقى ايه اكبر من الام. فقال لك في حالتين اتنين ممكن مسافه الرؤيه بتاعتك تبقى زياده عن طول المنحنى، يعني ممكن تبقى مسافه الرؤيه بتاعتك كده، العائق بالنسبه لك في مسافه هنا بعيد، فالمسافة دي كلها الاس بتبقى أكبر من ايه ال، أو مسافة الرؤية تبقى بالنسبة لك أقل من ال. يبقى عندك شرطين اتنين، الام ده مرتبطة بمسافة الرؤية بطول المنحنى، لو الاس أقل من أو تساوي ال، لو مسافة الرؤية أقل من أو تساوي ال، ولو مسافة الرؤية أكبر من ال. طب الحالة الأولى يقول لك لو الاس أقل من أو تساوي ال،
يبقى الام اللي هو ده اللي هو بعد العائق، ادي العائق اهو عن منتصف الحاره الداخليه، هرسم انا من اول منتصف الحاره الداخليه لو الام ده الاس بتاعتنا ده اهو ده دلوقتي ده العائق من A ل B ده الاس مسافه الرؤيه من A ل B ده الاس، وده هنا مثلا على سبيل المثال ده تكمله المنحنى اهو، وده مثلا على سبيل المثال بي سي، وهنا ايه البي تي بتاعتك. يبقى في الحاله دي مسافه الرؤيه اللي هي من A ل B اللي هي الاس بقت اقل من ايه من طول المنحنى، ان طول المنحنى هو البي سي للبي تي. يبقى انا هاخد الام بعد العائق من منتصف الحاره الداخليه قال لك عباره عن اس سكوير على 8 ا مسافه الرؤيه بتاعتك، مسافه الرؤيه بقى اللي انا عايز احققها على المنحنى لو هحقق زي ما اتفقنا قبل كده مسافات الرؤيه الستوبنج او الباسنج او الديسيشن. فانا لو انت هتصمم الطريقه على الستوبنج يبقى الاس دي هي عباره عن ستوبنج سايد ديستنس، لو هتصممه على الباسنج يبقى هي قانون الباسنج سايد ديستنس، لو هتصممه على الديسيشن يبقى قانون الديسيشن سايد ديستنس. بس في كل المسائل اللي احنا هنقولها دلوقتي او في كل بتبدا انت زي ما اتفقنا الستوبنج ده اساسي لازم بتصمم عليه، فدايما الاس بعتبرها ستوبنج سايد ديستنس لو ما ذكرليش غير كده. يعني انت دايما الاس هنا بتعتبرها الستوبنج سايد ديستنس او قانون الستوبنج لو ما ذكرلكش حاجه تانية. لو هو بقى قال لك والله الاس دي هي الباسنج خلاص يبقى انا هستخدم قانون الباسنج واعوض بالاس هنا هي الباسنج سايد ديستنس. قال لك هو الديسيشن انا هصمم على الديسيشن يبقى انا هحط الايه الديسيشن سايد ديستنس، بس الاساسي بتاعنا لازم انا اصمم الطريق يبقى لازم تحط مسافه الاستوبنج. ذكر لك غير كده خلاص ما ذكرش يبقى ان انا هعتبر الاس بالنسبه لنا مش مهم في كل المسائل هو الاستوبنج الا لو ذكر حاجه تانية. بعمل ايه يا باشمهندسين دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي مسافه الرؤيه، انا بيقول لك والله انا الطريق ده السرعه عندي مثلا 90 كيلومتر في الساعه، فببدا اخد من 90 كيلومتر في الساعه اجيب الاستوبنج سايد ديستنس اللي هي على سبيل المثال 0.278 في تي وكم قانون الاستوبنج. يبقى انا عندي الايه جبت الاستوبنج سايد ديستنس، يبقى انا عندي الاس. قال لك الطريق ده سرعته 90 اجيب منه الاس اللي هو الاستوبنج سايد ديستنس. طيب عندي طول المنحنى لو هو ذكر لي حاجه عن ايه الدلتا، لو هو اداك الدلتا وعنده نص القطر كان اللي عباره عن كام ار في دلتا، يبقى انا اجيب الاستوبنج واجيب الدلتا واجيب ال اس والال الاستوبنج سايد ديستنس والال واقارنهم ببعض. لو الاس اقل من ال يبقى بعد العائق الام ده عباره عن كام اس سكوير على 8 ار، اس سكوير على 8 ار. انا دلوقتي جبت الاس وعندي الام اللي هو بعد العائق على منتصف الحاره الداخليه اقدر اجيب منه الايه الار او العكس، ممكن يبقى مديك هو نص القطر ومديك السرعه، السرعه هجيب منها الاستوبنج وعنده نص القطر وعايز اعرف المسافه ام قد ايه. يبقى اول حاجه بشوف الاس والال قارنهم ببعض، لو اس اقل من ال اخد القانون ده. وفي قانون تاني اكزاكت عنه شويه هتلاقيه في كل الكودات دلوقتي موجود، بس تسهيلا عليك في المسائل هتاخد الايه هتشتغل بالقانون ده عادي، الام اس سكوير على 8 ار. ال اللي هي ال ال بتاعنا اللي هي طول المنحنى، الام اللي هي بعد العائق من السنتر لاين بتاع الطريق للحافه الداخليه او السنتر لاين بتاع الحافه الداخليه منتصف الحافه الداخليه للطريق للعائق اللي هي الام بعد العائق عن منتصف الحاره الداخليه، والاس سايد ديستنس بتاعنا زي ما اتفقنا الديسيشن او الباسنج او الستوبنج، بس انا بشتغل على الستوبنج الا لو ذكر اي حاجه تانية غير كده، والار هي نص القطر بتاعي. طيب لو الاس اقل من ايه؟ طب لو الاس اكبر من ال اللي هي مسافه الرؤيه، ده ادي طول المنحنى اهو من ال الاف ده ال وال ال البي ده العائق اهو، فال ال البي بقى ده الاس بتاعك، فالاس هنا اكبر من طول المنحنى وده بعد العائق اللي هو ايه ام. فلو الاس اكبر من ال يبقى هستخدم القانون التاني، يبقى الام عباره عن كام ال ناقص 2 في 2 اس ناقص ال على 8 ار. والقانون ده والقانون اللي فات لهم اثبات بس انت مش مطالب بيهم، يبقى انت هتحفظهم. لو الاس اقل من ال مسافه الرؤيه اقل من طول المنحنى يبقى الام اس سكوير على كام على 8 ار، ولو الاس اكبر من ال يبقى الام بتساوي ال في 2 اس ناقص ال على كام على 8 ار. اطبق ده ازاي في المسائل يا باشمهندسين؟ ملحوظه قبل ما نخش في المساله، لو ما عندكش داتا اقدر اجيب منها طول المنحنى اقدر اجيب منها ال، يعني ما عندكش الدلتا بتاعتك عشان طول المنحنى هو ار في الدلتا كده كده الار انت هتقدر تجيبه او يبقى جيفن، بس انت ما عندكش الدلتا فمش هقدر اجيب منه طول المنحنى، فبفرض دايما الاس اقل من او تساوي ال واشتغل عليه. لو عندي داتا ان انا اقدر اجيب منها طول المنحنى خلاص ما عندكش بفرض الاس اقل من او تساوي كام ال. طيب بشتغل ده ازاي في المساله يا باشمهندسين؟ قال لك ادي المنحنى الديجري اوف كيرف بتاعته 6، الدلتا بتاعتك 6 وهيتصمم على سرعه 70 والسرعه بتاعتك 70 والجريد از ليفل اللي هو الايه الارض بتاعتك ليفل مستوي، يعني الجي الميل الطولي بيساوي كام؟ بيساوي صفر. والدرايفر رياكشن تايم اللي هو التي اللي هو زمن الاضراب ورد الفعل كان 2.5 ثانيه. هو عايز يحسب الام، بيقول لك ايه يحسب لي الكلوزد اني رود واي اوبجكت اي عائق لايه من مسافته للسنتر لاين
للحارة الداخلية اللي هي الام، بعد العائق عن منتصف الحارة الداخلية، وهو مديك الفي ومديك الدي ومديك الجي ومديك الايه التي. طيب الام ده مش مهم، مش انا كنت بشوف الاس والال، لو اس اقل من ال او اس اكبر من ال، طيب هو عندك داتا هنا اقدر اجيب منها طول المنحنى مديك الدلتا؟ لا، هو مدي دوبك مديك الدي جروف كيرف، فانا ما عنديش الدلتا، فانا ما اقدرش اجيب منه ايه طول المنحنى، يبقى هفرض دايما الاس اقل من او تساوي الام، والام هنا عباره عن كام؟ اس سكوير على 8 ار، يعني الام عباره عن اس سكوير على 8 ار، هفرض الاس اقل من ال والام اس سكوير على 8 ار. طيب الاس هنا عباره عن ايه؟ قلت لك هنشتغل على السموك سايد ديستنس لو ما قالكش اي حاجه تانية، والار نص القطر. طيب الاس عندك السرعه وعندك الجي وعندك التي، هقدر اجيب منها الاستوبنج سايد ديستنس اللي هي قانون الاستوبنج، 1.47 في التي زائد في سكوير على 30 في اي على 2.2 موجب وسالب الميل زي ما اتكلمنا في المحاضرات اللي قبل كده. طيب الجي هنا بكام؟ بصفر، وعندي الداتا كلها بتاعتك، اقدر اجيب الاستوبنج سايد ديستنس، وعندي نص القطر، اتفقنا نص القطر الار لما يكون مديك الدي جروف كيرف اللي هي 5730 على الدي او 1750 على الدي، والوحدات عندي بالميل يبقى 5730 على الدي، يبقى عندي الاستوبنج اللي هي الاس، وعندي الار او القيمه دي سكوير اس سكوير اللي هي السموك سايد ديستنس سكوير على كام؟ على 8 ار، يبقى انا جبت الايه؟ جبت الام، تعويض مباشر خالص. ناخد مثال كمان عشان الدنيا توضح عندك اكتر. بيقول لك سيكشن a section of two lane road with 7.2 ويدث اند ديزاين سبيد اوف ايه 80 كم في الساعه. فطريق هو حاطين اتجاهين، عرض الطريق كله 7.2 وماشي بسرعه 80، سرعه التصميم بتاع الطريق ده 80، والمنحنى بتاعك الراديوس كان 200 متر، يبقى السرعه التصميميه 80 ومنحنى نص القطر كام؟ 200. فعند الفي والار على طول اقدر اجيب الاي زي ما اتفقنا قبل كده، بدل عندك ادي الفي السرعه والار، ممكن اجيب الاي اللي هو السوبر الفيشن مباشر، لان هفرض لو مش مديك الاف اس هفرضه 13%. ده اول حاجه من ايه؟ من الجيب اللي عندك ده. وبيقول لك ايه يا باشمهندسين؟ اه هاي سوليد فينس سياج حديد از ريكوارد تو بيلد along the inner side of the curve، فيها يعمل سياج او سور حوالين الحافة الداخلية للدوران عندك، فهو عايز يحسب المسافة distance between the minimum distance between the fence and the inner edge of the road، من الحافة الداخلية للطريق لحد الفنس، عايز يحسب السياج، عايز يحسب المسافة دي قد ايه عشان احقق مسافة رؤية stopping side distance قيمتها كام؟ 140 متر. فهو بيقول لك عايز يحسب المسافة اللي تحقق مسافة الرؤية 140، وعايز يحسب كمان السوبر elevation. طيب واحدة واحدة كده يا باشمهندسين، هنقول هو مدينا الفي 80 ومديك نص القطر 200 ومديك السوبنج سايد ديستنس 140، وعايز يحسب المسافه اللي هنا مش مهندسين المسافه دي، هو قال لك طريق حارتين اتجاهين، طريق حاره رايح وحاره جاي، وكان عرض الطريق كله 7.2، فعرض الحاره الاولى 3.6 وعرض الحاره الثانيه 3.6، وعايز يحسب، هو قال لك عايز يحسب المسافه في سياج خارجي اهو اللي هو هاي سوليد فينس، هيعمله في الحافه الداخليه للدوران، واللي يحسب لي المسافه ما بين الهاي سوليد فينس ده والإيدج بتاع الطريق اللي هي المسافة إكس اللي احنا شايفينها دلوقتي، يبقى عايز يحسب المسافة دي قد إيه. طيب مش احنا عارفين يا باشمهندسين اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها دلوقتي، إن الإم اللي هي بعد العائق، ده العائق بالنسبة لي، ما هو ده اللي بيحدد مسافة الرؤية، كل ما العائق ده يبعد لو أنا جايب العربية كل ما إيه مسافة الرؤية بتاعتي هتبقى إيه، ده خط النظر بتاعي، وعايز أحسب المسافة ما بين هنا وهنا. طيب ما هي المسافة ما بين بعد العائق ونص الحارة الداخلية، ما احنا قلنا دي حارة ودي حارة، أنا ليا بالحارة الداخليه اللي هي قريبه من ايه؟ من الايدج بتاع الطريق اللي انا بلف عليه، فهي المسافه دي ادي نص الحاره زائد المسافه دي هي دي الايه؟ الام عندنا. طيب ما هو عايز الاكس، فانا لو قدرت احسب الام مش هطرح منها 3.6 نص 3.6، يبقى الاكس بتاعي عباره عن ايه؟ ام ناقص كام؟ ناقص 3.6، يبقى انا اقدر اجيب الايه؟ الاكس. طب اجيب الام ازاي يا باشمهندسين؟ انا دلوقتي ما عنديش داتا عشان اجيب منها طول المنحنى، فكنت بفرض دايما زي ما اتفقنا الاس اقل من ال، واقول الام عباره عن كام؟ اس سكوير على 8 ار، انا عندي الاس هو مديلك 140 وعندي الار 200، يبقى اقدر اجيب منهم ايه يا باشمهندسين؟ الام اللي هي 12 وربع. طيب يبقى المسافه دي كلها 12 وربع، اطرح منها كام؟ ال 3.6 على 2، اقدر اجيبها كام؟ الام 10 كام؟ 45 متر، الاكس سوري اللي هي المينيموم ديستانس اوف ذا فينس كام؟ 10 45. يبقى المسافة ما بين العائق اللي هو الفنس أو السور اللي عندك لحد الإيدج بتاع الطريق كام؟ 10.45. طب هو عايز يحسب السوبر إليفيشن، طب زي ما قلنا دلوقتي في أول المسألة السوبر إليفيشن هو مديك الفي والآر، بدل عندك 2 يبقى أقدر أجيب التالت هو الإي اللي هو من قانون الإي زائد الإف إس بيساوي في سكوير على كام؟ 127 آر، عشان السرعات بالكيلومتر للساعة، وآخد الإيه بعوض عن الإف إس بكام؟ ب 13%، وأجيب الإيه السوبر إليفيشن طلع 12.2% في المية.
نكمل بقى باشمهندسين المحاضرة بتاعتنا. احنا دلوقتي وصلنا لحد هنا فين؟ احنا عرفنا ان احنا في الاول عايز اصمم المنحنى، اصمم المنحنى على نص القطر، فلازم ان يبقى عندي نص القطر بتاعي اللي بيحقق حاجتين اتنين، يعني زي ما تشوف السلايد ده اللي هي بعض افكار المسائل اللي عندك، يبقى عندك يا اما مطلوب منك نص القطر يا اما مطلوب منك السرعة الامنة على الطريق. يبقى يقول لك مديك طريق لسه هتصممه، ويقول لك انا عايز اصممه على سرعة كذا والسوبر الفيشن بتاعي كذا، وفي في نص القطر هيبقى فيه العوائق بتاعك على بعد كذا. فدلوقتي عشان اصمم منحنى لازم اجيب النص القطر بتاعي، لازم احقق شرطين اتنين، شرط اللي هو الاتزان اللي هو بتاع السوبر اليفيشن، وشرط الرؤيه اللي هو بتاع السايد ديستنس بتاع الام. يبقى لازم اجيب نص القطر اللي هو من قانون الاتزان، من قانون الاتزان من قانون السوبر اليفيشن اللي هو الاي زائد الاف اس بيساوي 127 في سكوير على 127 ار، ومن شرط الرؤيه اللي هو الام مع ايه بيساوي اس سكوير على كام؟ على 8 ار. يبقى انا عندي الشرطين دول احققهم الاول. طيب وبعد كده باخد قيمه الار الكبيره اللي فيهم، اللي هي مش مسين باخد قيمه الار الكبيره. انا دلوقتي لو انا عايز احقق شرط الاتزان اللي جت مثلا حقق سوبر الفيشن نص القطر طلع ب 500، ونص القطر اللي حقق مسافه الرؤيه عشان يعني نص القطر عشان يحقق السيف هيبقى شايف قدام الستوبنج سايد ديستنس مثلا وحققها، لازم محتاج نص قطر قيمته 600. فانا اخد ال 500 ولا ال 600؟ 500 بتحقق سوبر اليفيشن وال 600 بتحقق مسافه الرؤيه، يبقى الهون اللي اخدهم فيه مستغر ولا كبير؟ اخد الكبير اللي هو بيتحقق، لان لو خدت انا ال 500 اللي هيتحقق اتزان بتحقق شرط الاتزان هو السوبر اليفيشن، السوبر اليفيشن بس مش هيتحقق معايا شرط الايه؟ شرط الرؤيه. تمام. طيب الفكره الثانيه اللي ممكن تيجي لك يقول لك عايز اقصى سرعه امنه الفي سيف، يعني طريق صممته موجود عندك على الطريق وعايز اعرف الفي، بيقول لك هذا الطريق موجود في الواقع نص القطر بتاعه كذا، العائق اهوت على بعد، العائق اللي موجود مسافه الرؤيه اللي موجوده عندك كذا، فيبقى عايز السرعه الامنه اللي تمشي على ايه؟ على الخصائص اللي عندك دي. طيب هاخد اجيب برضو السرعه شرط الاتزان، شرط الاتزان وشرط الرؤيه. فالفي اللي جاي من السوبر اليفيشن طلعت مثلا وليكن ب 100 كيلو، والفي اللي جاي من مسافه الرؤيه طلعت 90، يبقى السرعه هنا 90 كيلومتر على الساعه والسرعه هنا 100 كيلو على متر على الساعه، فاخد انهي سرعه فيهم؟ لو انا خدت المية الكبيره فهي دلوقتي المية سيف في السوبر اليفيشن، بس مش سيف فين؟ مسافه الرؤيه شرط الرؤيه. فبالتالي لو انا عايز السرعه فباخد السرعه الاقل في الاثنين، يبقى لو انا عايز نص قطر اخد نص قطر الاكبر، ولو عايز السرعه اخد السرعه الايه الاقل. تمام يا باشمهندسين، وهنبين دلوقتي بمثالين قصاد الفرق ما بين الاثنين او الافكار المسائيه بتجي ازاي. لو احنا بصينا في اول اكزامبل عندك بيقول لك منحنى افقي نص القطر بتاعه 725، وهو الطريق بتاعك فور لين اربع حارات، تو لين في اتش دايركشن وذ نو ميديان. ميديان يعني الجزيره، يعني مفيش جزيره في النص، يعني في حارتين يمين وحارتين شمال ومفيش جزيره. والسوبر اليفيشن ست، يبقى عنده نص قطر وعنده السوبر اليفيشن نص القطر والسوبر اليفيشن. يعني زي ما اتفقنا عندك لو فاكرين قانون الاتزان ثلاث متغيرات الاي والفي والار، هو مديك الار والاي يبقى على طول هو يبقى عايز الفي. تمام، وهتلاقي هنا اهوت عايز الايه؟ عايز الفي، ومديك الاف اس 13%. وقال لك الطريق بتاعي عبارة عن 10 فيت في اتش لين، يعني كل حارة قيمتها 10 قدم، وعندك شولدر اللي هو الطبان اللي هو في نهاية الحافة، الطبان بتاعك اللي هو بيبقى في جانب الطريق بتاعك، اللي انت لو انت الناس عشان تعرف يعني ايه الطبان، اللي انت لو انت عايز مثلا ماشي بالعربية وعايز تهدي وعايز تقف على جنب الطريق بيبقى ايه؟ تقف على طريق لما جزء ترابي كده من الطريق طبان غير مرصوف، وفي احيانا بيبقى طبان مرصوف، بيبقى خط الطريق بتاعك خط اللي هو السوليد اللي هو الخط الابيض اخر حافه الرصف، ويبقى في جزء جنبك كده من الطريق حوالي متر او متر ونص او 2 متر حسب عرضه، ده بيسميه عرض الطبان اللي انت بتقف عليه لو انت في حاله العطله او عايز ايه تريح على جنب الطريق، ده الطبان بتاعك. والطبان بتاعك اللي هو الشولدر قيمته كام يا باشمهندسين؟ 8 فيت، عرضه 8 فيت. تمام يا باشمهندس، احنا وصلنا لحد فين دلوقتي؟ انبص سايدز ويز هاي ريتيننج وول جوين تو اب ايميديتلي نيكست تو ذا شولدر. هو عايز ايه يا شباب؟ عايز يحسب الهايست سيف سبيد، يعني هو مديك طريق مديك نص القطر بتاعه ومديك ال ومديك كان بيقول لك هنا ان في ريتيننج وول اهو، في ريتيننج وول جوينج اب ايميديتلي نيكست تو ذا شولدر، يعني في حائط ساند ريتيننج وول حائط ساند موجود على طول مع نهايه الشولدر، يعني ماشي مع نهايه الشولدر، يبقى مديك نص القطر والسوبر اليفيشن واف اس ومديك ابعاد الطريق، وبيقول لك ان في حائط ريتيننج وول ماشي معاك مع الشولدر، يعني على اخر الشولدر في ريتيننج وول ماشي معاك، فعايز يحسب السرعه بتاعتك السيف. الرسمه هي دي عشان الناس تبقى متخيله معايا. هو قال لك الطريق بتاعك ده اربع حارات،
حارتين في كل اتجاه، ادي السنتر لاين مفيش جزيره في النص، ادي السنتر لاين، وهنا حارتين، الحاره دي حارتين اهو في الاتجاه ده وحارتين في الاتجاه التاني، تمام. وده الجزء ده باشمهندس هو جزء الشولدر اللي انا قلت لك عليه، اللي هو من نهايه حافه الراس في تحتك في جزء شولدر هنا عرضه كام؟ عرضه 8 فيت، يبقى عرض الشولدر 8 فيت وكل حاره عرضها كام؟ 10 فيت. وقال لك ان العائق بتاعك في ريتيننج وول هيبقى معاك ايميديتلي نيكست تو ذا ايه؟ شولدر، يعني في هنا العائق بتاعك موجود مع حافه الشولدر بتاعك، مع الشولدر هنا على طول ماشي هنا. من الرسمه بتاعتنا ده لو هو العائق هنا، احنا اتفقنا الام هي بعد العائق عن منتصف الحاره الداخليه، يبقى الام بتاعنا بادئ من هنا لحد منتصف الحاره الداخليه، اول حاره تقابلك، انا عندي هنا حارتين وهنا حارتين، اول حاره تقابلني اللي هي الحاره الاولى دي، انا مش جاوب الحاره الثانيه دي كلها، انا عندي باخد بعد العائق عن منتصف الحاره الداخليه. يبقى الام هنا مش الشكل ده عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ ام بقت عباره عن عرض الشولدر اللي هي 8 فيت ونص العرض الايه؟ الحاره الاولى اللي هي ال 10، العرض الحاره دي كلها عرضها 10 بنصها كام؟ 5. يبقى عرض الشولدر 8 زائد 5 يبقى الام على طول ب 13. يبقى قبل ما اخش في المساله من الرسمه، انت بترسم الرسمه بتاعتك بالمعطيات واجيب منها الايه؟ الام بتاعتك 13. يبقى عشان اجيب بقى السيف سبيد، عشان ابدا اخش اصمم المساله بتاعنا، اتفقنا ان انا هحقق حاجتين اتنين، حق شرط الاتزان وشرط الايه يا باشمهندسين؟ مسافه الرؤيه. طيب هجيب الاول حاجه السرعه اللي بتحقق شرط الاتزان، السرعه اللي جايه من قانون السوبر اليفيشن، فهو مديك الار ومديك الاي والاف اس، وادي احنا دلوقتي حسبنا الام كانت 13 من الرسمه، حسبنا الام 13 فيت. طيب هبدا اجيب السرعه بتحقق شرط الاتزان، عندي الاي والار والاف اس، اجيب منهم السرعه الفي سكوير على 15 ار بتساوي الاي زائد الاف اس، اجيب منهم السرعه، يبقى ده اول سرعه، يبقى السرعه اللي بتحقق شرط الاتزان اللي هي السوبر اليفيشن بتساوي كام؟ 45.5 ميل في الساعه. طيب السرعه اللي بتيجي من مسافه الرؤيه، طيب احنا دلوقتي ما عنديش برضو نفس الكلام، ما عنديش اقدر اجيب داتا على طول المنحنى عشان اقارن الاس والال، فهنفرض دايما الاس اقل من او تساوي الايه يا باشمهندسين؟ هفرض الاس اقل من او تساوي الال، واقول الام اللي هي 13 اس سكوير على 8 ار. طيب الاس اللي هي الستوبنج سايد ديستنس، والار نص القطر. طيب انا عندي الار وعندي الام، اقدر اجيب منها الاس اللي هو الستوبنج سايد ديستنس، اعوض في قانون الستوبنج اللي هي كانت 274.6، اعوض في قانونها، يبقى المجهول عندي اللي هو الايه؟ الفي، اقدر اجيب الفي. ودايما يا باشمهندسين لو ما قالكش اي حاجه على الميل الطول الجريد بتاعك، الميل الطول بكام؟ باخده بصفر، وزي ما اتفقنا برضو من ضمن الحاجات اللي هي زمن ادراك رد الفعل، لو ما ادكش قيمته بتبقى بكام؟ ب2.5. يبقى لو ما قالكش زمن ادراك رد الفعل 2.5، ولو ما قالكش الارض بتاعتك كان ليفل او الارض بتاعتك مستوي او الميل الصاعد بتاعك او الميل الطول الجريد بتاعك ابجريد او داون جريد، بعتبره دايما ايه اللي هو ليفل، وبحطه بكام؟ قيمته بصفر. يبقى السرعه اللي جت من مسافه الرؤيه من بعد العائق كانت 37.7، والسرعه اللي جت من السوبر اليفيشن كانت 45.5. طيب انا دلوقتي اخد انهي سرعه فيهم؟ 45.5 ولا 37.7؟ لو انا خدت 45 هتبقى مشيكه سوبر اليفيشن، بس مش هتبقى ايه سيف، فين مش هتحقق مسافه الرؤيه بتاعتك. فبالتالي هنا اقدر اخد الفي الهين، الفي السيف سبيد بتاعتك اللي هي الفي القليله اللي هي 37 وكام؟ و7.10 ميل في الساعه. ده اول فكره من افكار المسائل، اللي هو بيبقى عندك عايز السرعه، فلازم أنا عشان اجيب السرعه اشيك الاتزان واشيك على الايه المسافه بتاعتك او مسافه الرؤيه واخد الصغيره فيه. طيب هنبدا ناخد دلوقتي فكره تانية، لو هو عايز نص القطر، اتفقنا اللي هو ممكن يكون لك عايز نص القطر، الديزاين بتاع الهوريزونتال كيرف اللي هو عايز نص القطر، او عايز الايه السيف سبيد الموجوده منك على الطريق. ده مثال بيوضح الكلام ده، يقول لك طريق برضو كان اربع حارات بس ديفايدد، ديفايدد يا باشمهندسين على طول لازم كلمه ديفايدد يعني مقسوم، يعني في جزيره في النص، وعرض الحاره الواحده 3.6، يعني عرض الحاره 3.6 و2.5 عرض الشولدر و2 متر كانت الميلي، الجزيره بتاعتك عرضها 2 متر، وفي ماست بي كونستراكتد بسايد ريل واي وول اوف 2 متر، ان الطريق بتاعك النص القطر ده او الهوريزونتال كيرف هيبقى في جنبه ريل واي وول، حائط سكه حديد ارتفاعه 2 متر، if the highway center line is far 12 متر from this wall، يعني الوول ده بيبعد عن center line بتاع الطريق مسافة 12 متر، يعني الحائط انت هتعمل منحنى الرسمة دي كده اهي، في عندك هنا الطريق بتاعك كان divided، في جزيرة في النص، جزيرة دي عرضها 2 متر، وفي أربع حارات، حارتين رايح وحارتين جاي، نفس المسألة اللي فاتت بس هنا في ايه؟ في ميديان، معايا يا باشمهندسين؟ وهنا كان عرض الشولدر هنا كام؟ قال لك عرض الشولدر بتاعنا 2 متر، هو المفروض هو 2 متر ونص، يعني اللي هو في المسألة 2 متر ونص، بس أنا كتبته 2،
فالناس بس تبقى تراجع الحسابات، ممكن اكون انا حسبت غلط. فهنا عرض الشولدر اهو اللي هو 2.5 متر، وهنا عرض الحارة الأولى 3.6، وعرض الحارة التانية كام؟ 3.6. وهو بيقول لك أنت المنحنى ده هيبقى جنبك حائط للسكة الحديد، حائط للسكة الحديد على بعد 12 متر من السنتر لاين بتاع الطريق. الحائط بتاع السكة الحديد هيبقى على بعد كام؟ 12 متر من السنتر لاين بتاع الطريق، من أول السنتر لاين لحد هنا 12 متر. طيب لو أنا عايز أجيب بقى في الحالة دي الإم، الإم تبقى عبارة عن إيه يا باشمهندس؟ من الرسمة كده على طول برضو اتفقنا، بعد العائق عن منتصف الحارة الداخلية. يبقى أنا لو خدت ال 12 طرحت منهم واحد متر هنا، يبقى هي ايه؟ هيديك لحد هنا. يبقى ال 12 طرحت منها نص عرض الجزيرة، الجزيرة دي كلها 2 متر، المسافة دي كلها 2 متر، فانا هاخد منها نص من اول سنتر لاين لحد هنا اطرح متر، يبقى 12 ناقص واحد بدأنا وصلنا عند الخط اللي هو الايه؟ خط السيان ده. هطرح منه كام تاني؟ 3.6 عرض الحارة، يبقى وصلت لحد السنتر لاين، يبقى 12 ناقص واحد ناقص 3.6 وصلنا لحد السنتر لاين هنا. هطرح منه نص عرض الحارة، يبقى أنا عندي بالنسبة للإم اللي هي 3.6 عرض الحارة 3.6 على 2، يبقى أنا جبت الإم. يبقى الإم من الرسم هنا أهو هي عبارة عن كام؟ 5.6. يبقى أنا جبت الإم 5.6، وعند الفي 100، وعند السوبر إليفيشن، وعند الإف إس. هو بيقول لك إيه يا باشمهندسين هنا؟ بيقول لك ديزاين ذيس هوريزونتال كيرف. معنى الديزاين يعني إحنا عايزين نص القطر. ديزاين ذيس هوريزونتال كيرف لو السرعة 100 والسوبر إليفيشن 6، يبقى أنا عايز أجيب نص القطر. واتفقنا عشان اجيب نص القطر لازم احقق شرطين اتنين، شرط الاتزان وشرط مسافه الرؤيه. طيب اطبق على شرط الاتزان الاول، هو عندك الفي والاي، يبقى انا اجيب نص القطر على طول اللي هي الفي سكوير على 127 ار بتساوي الاي زائد الاف اس، اقدر اجيب نص القطر بتاعي 414.4. يبقى نص القطر الاول اللي طالع من الاتزان كان 414. طيب نص القطر الثاني اللي هيجي من مسافه الرؤيه اجيبه ازاي؟ قلنا هنفرض الاس اقل من او تساوي ال، لان ما عنديش داتا احسب منها ال، والام اللي هي كام؟ احنا جبناها من الرسمه 5.6 عباره عن اس سكوير على 8 ار. طيب انا عايز الار، الاس ده هو ايه؟ الستوبنج سايد ديستنس. يبقى اخد السرعه بتاعتنا اعوض في قانون الستوبنج سايد ديستنس اجيبها اللي هي كام؟ 183.1. يبقى الرقم ده سكوير على 8 على الام، اقدر اجيب منه الايه؟ الار. يبقى انا جبت الار اللي بيتحقق مسافه الرؤيه، والار اللي بيتحقق الاتزان. طب اخد انا ار فيهم، ده 414 وده 748. لو انا هاخد الار اللي هي 414 هتحقق شرط الاتزان اي، بس مش هتحقق مسافه الرؤيه لان هي اقل. انا عايز حوالي 748 متر عشان احقق مسافه الرؤيه، فما ينفعش اخد الايه؟ الار المينيمم. يبقى في الحاله دي باخد الار ايه؟ الار الماكسيمم. يبقى لو عايز السرعه باخد السرعه المينيمم في الاثنين، ولو عايز الار باخد الار الايه يا باشمهندسين؟ الار الماكسيمم في الاثنين. يبقى احنا كده طبقنا على ازاي اعمل ديزاين هوريزونتال كيرف، ان انا اجيب منه نص القطر او اخد السيف ايه سبيد بالانجل. طيب هناخد اخر مثال في المحاضره بتاعتنا، انا حاولت ان انا اجمع لكم امثله مختلفه عشان تبقوا لميتوا الموضوع معايا من كل ايه؟ من كل زاويه. هتلاقي في امثله من دي موجوده في الشيت عندك فيبقى معاك حلها اهوت، وفي امثله مش موجوده في الشيت انا بديك افكار مختلفه، وهنبقى برده معاكم باذن الله في اي حاجه انتوا عايزينها في المحاضره، سواء في الشيتات او في اي سؤال من ايه من المحاضره. الشكل بتاعنا ده يا باشمهندسين بيقول لك ايه؟ في اذا فيجر شوز تو سنتر لاين اند ذا بيفمنت ايدجز اوف ا تو لين تو واي رود، طريق تو لين تو واي حارتين اتجاهين، يعني حاره رايح اهو وحاره جاي. ده السنتر لاين بتاع الطريق، وده الحافه الخارجيه ولا الحافه الايه الداخليه ولا الحافه الخارجيه. عرض الحاره الواحده 3.75، وفي عائق هنا بيبعد مسافه من بوينت اوف انترسكشن، احنا تقاطع الخط المستقيم او خط المستقيم، احنا اتفقنا لما برسم المنحنى برسم السنت لاين، فده الخط المستقيم الاول تقاطع مع الخط المستقيم الثاني في البوينت اوف ايه انترسكشن، ومديك الدلتا هنا اهو صغر لك الدلتا بكام؟ ب 30 درجه. وقال لك هو المسافه ما بين البوينت اوف انترسكشن لحد العائق اللي هو البيلدنج، ما هو ده عائق بيحدد مسافه الرؤيه تمام اللي هو البيت ده، بكام؟ مسافه دي، مسافه دي. والكيرف بتاعنا يا باشمهندسين عنده ماكسيمم سوبر اليفيشن 6%، والكيرف اللي هنا لما هاجي اعمل مقاطعه خط مستقيم مع خط مستقيم هيبدا يظهر عندك كيرف، الكيرف بتاعنا السوبر اليفيشن فيه 6%. عايز الديستنس دي، عايز المسافه دي لو الماكسيمم سبيد اللي على الكيرف 90، يبقى لو الكيرف بتاعنا نص السوبر اليفيشن بتاعتك 6% والسرعه اللي بتمشي عليه 90، عايز المسافه دي. طيب طب بالراحه كده يا باشمهندسين، هو عايز المسافه دي وده الداتا اللي عندي. طيب من الرسمه هنا كده، مش ده سنتر لاين بتاع الطريق؟ هنا ده اي تقاطع البوينت اوف انترسكشن هيظهر كيرف،
اهو اقوم جاي راسم الكيرف بتاعها، اقوم جاي راسم الكيرف كده، وهيبدأ الحارة دي هتلف اهو هنا، والحارة دي هتلف كده. تمام يا باشمهندسين؟ يعني هيبقى عشان الرسمة بس ما ظبطتش معايا، هتبقى هو مديك ال V ومديك ال E ومديك ال D، وادي الرسمة بتاعتنا اللي انا هوصل الخطوط ببعض. كل اللي انا عملته وصلت السنتر لاين بالسنتر لاين، والايه والحافة الداخلية والحافة الخارجية اللي انا عملته هنا، تجي موصل السنتر لاين اهو، والحافة الداخلية والحافة الداخلية، رسمت الايه، رسمت ايه الهورزونتال كيرف بتاعي. طيب لو انتوا فاكرين يا باشمهندسين، احنا كان اتفقنا بعد من بين البي اي، المسافة من البي اي لحد السنتر لاين بتاع الطريق، لو انتوا فاكرين في خصائص، لما اتكلمنا في اول محاضرة في خصائص المنحنى السيمبل كيرف، كنا قلنا المسافة ما بين البي اي للسنتر لاين بتاع الطريق ده كانت عبارة عن ايه؟ كانت مسافة اسمها الاكسترنال ديستنس، اللي هي كانت الار في واحد على كوزين دلتا على اتنين ناقص واحد، فهيبقى المسافة دي اللي هي عندي اللي هي ما بين البي اي والسنتر لاين، كنا بنقول المسافة اي الاكسترنال ديستنس. طيب وبعد العائق عن نص الحارة الداخلية كان هو الام، وعندي من سنتر لاين لنص الحارة اللي هي 3.75، الحارة دي كلها باشمهندسين قال لك 3.75، ف3.75 على 2، ففي الحالة دي الدي اللي أنا عايزها بقت عبارة عن الإي زائد نص عرض الحارة زائد الإم، ما هو عايز الدي، فهو من رسمة كده لما رسمنا حلت المسألة، الرسمة لوحدها حلت المسألة، قال لك الدي تساوي إم زائد الإي زائد نص عرض الحارة. طب ازاي اجيب الاي وازاي اجيب الام؟ الاي الاكسترنال ديستنس كنا بنقول عباره عن الار في سيك دلتا على 2 ناقص 1، اللي هي الار في 1 على كوزين دلتا على 2 ناقص 1. طب هو انا عندي الدلتا ب 30، طيب عند الار ما عنديش نص قطر المنحنى، بس عندي فوق الفي والاي، الفي والاي اقدر اجيب منهم الار على طول زي ما اتفقنا، اللي هي الاي زائد الاف اس بيساوي في سكوير على 127 ار، جبت الار، الار عوض بقى هنا، يبقى انا جبت الايه؟ الاي، يبقى انا جبت اول مسافه الاي، يبقى انا دلوقتي خلاص جبنا الاي. طب ايه المجهول تاني عندي؟ مجهول الام، بعد العائق عن منتصف الحاره الداخليه. طيب انا لما كنت بقول الام كنت بقول لك دايما افرض الاس اقل من او تساوي ال، بس هنا ظهر عندنا ايه يا باشمهندسين؟ ظهر عندي الدلتا، يبقى انا اقدر بدل في الدلتا اقدر اجيب طول المنحنى اللي هو الار في الدلتا، ال ار في الدلتا، يبقى انا عندي ال بكام؟ 175، واجيب الاستوبنج سايد ديستنس من دلاله السرعه، يبقى طلعت الاستوبنج سايد ديستنس 150، فقارن الاس بالال، الاس اقل من او تساوي ال زي ما احنا شايفين، يبقى هاخد القانون ام بيساوي اس سكوير على كام؟ على 8 ار. انا ممكن اجيب لك نفس المساله في الامتحان، بس اديك الداتا بحيث تطلع لك الاس اكبر من ال، يعني تلاقي ممكن تطلع لك مثلا الاس عباره عن كام؟ 180، 180 متر، والال 175، يبقى في الحاله دي الاس اكبر من ال، يبقى مش هاخد القانون الام ده اللي هو اس سكوير على 8 ار، لا اخد القانون الام اللي كان بيقول الام بتساوي ال في 2 اس ناقص ال على كام؟ على 8 ار. فخلي بالنا يا جماعه، فول المسائل اللي فات كنت بفرض الاس اقل من او تساوي ال، لان انا ما عنديش داتا اقدر احسب منها طول المنحنى، بس هنا ظهرت الدلتا، فالدلتا اضرب الار في الدلتا اقدر اجيب منها يا باشمهندسين طول المنحنى، واقارن الاستوبنج سايد ديستنس بالال بتاعنا او مسافه الرؤيه بالال اللي عندنا. طيب انا هنا محتاج الام، انا عندي الاس اللي هي 150 و 58%، وعندي الار اللي هي 335.7، اقدر اجيب الايه يا باشمهندسين؟ الام 8 كام؟ 44. اخد الام اعوض فيها في القانون ده، يبقى انا عندي الام وعندي الاي وعندي الدي زائد 3.75 على 2، اقدر اجيب الدي كلها، يبقى هو ده الايه؟ الدي طلعت كام؟ 22.15 متر. ويبقى كده احنا وصلنا لنهايه المحاضره بتاعتنا في الهورزونتال الاين من الجزء الاول. الجزء الثاني باذن الله هنبدا بعد كده نتكلم فيه. احنا اتكلمنا على التانجنت، احنا قلنا مكونات التخطيط الافقي للطريق كان الخطوط المستقيمه، واتكلمنا عن الكيرفات وانواعها، وازاي اصمم الكيرف، وازاي اجيب نص القطر بتاعه، تصميم وازاي اجيب نص القطر، وبحقق شروط اللي هي الاتزان اللي هي سوبر اليفيشن، وشروط مسافه الرؤيه على المنحنى الايه؟ المنحنى الافقي على السيمبل كيرف. طيب المحاضره الجايه باذن الله هنتكلم، هنخش بعد كده على الترانزيشن كيرف، منحنيات الانتقال، وازاي انتقل منحنيات الانتقال. احنا اتفقنا في اول محاضره اللي هي بتربط ما بين الخط المستقيم، يعني انت ماشي خط مستقيم كده وعايز انزل منحنى، فبتربط ما بين المنحنى ما بين الخط المستقيم والمنحنى بتاعك، فازاي انتقل من خط المستقيم للمنحنى، ده فايدتها الترانزيشن كيرف، وازاي اوصل من ده لده، هيبقى في الجزء الثاني من المحاضره بتاعتنا باذن الله.